السلام عليكم، اهلا بكم. اخر كلام وحلقه جديده على شاشه مكملين. عارف انت لما واحد يبقى في حاره شعبيه وكل ما يمشي في الشارع الناس تقعد تشتمه وتقول له يا كذا يا كذا يا كذا، يا بلطجي يا حرامي يا نصاب يا مش عارف ايه، ففي الاخر يقوم يقعد بينه وبين نفسه كده يقول طب ما اعمل بحقها يا جماعه، طب ما ابقى بلطجي بجد، طب ما ابقى مش عارف ايه بجد، فيبدا يبلطج على الناس ويشتغل يعني بالطريقه اللي هم كانوا بيشتموه بيها او بيضايقوه بيها. ده بالظبط اللي حصل مع عمرو اديب اليومين اللي فاتوا. هم الاسبوعين اللي فاتوا قعدوا يقولوا يا خدام السعوديه، يا عميل السعوديه، يا عميل الكفيل، يا صبي مش عارف ايه، يا كذا يا كذا، السعوديه السعوديه السعوديه. فعمرو قال بس ما بديهاش بقى، لما اطلع اعمل بحقها خلاص. طالما هم شايفين ان عمرو عميل السعوديه، هم شايفين ان عمرو خدام السعوديه، هم شايفين ان عمرو شغال عشان مصلحه الكفيل، مين الكفيل بتاع عمرو؟ ها ايوه، فضيله السمو تركي آل الشيخ، مستشار ولي العهد السعودي ورئيس هيئة الترفيه. فعمرو طلع الحقيقة امبارح كان في مشهد لطيف قوي، المباراة بتاعة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، وشفنا كلنا رونالدو بيلعب قصاد ميسي ومبابي ونيمار وراموس، وحاجة جميلة جدا جدا يعني. فالمشهد كان لطيف جدا، مشهد جميل جدا، وحاجة بصراحة يعني أنا كنت سعيد بها جدا، في تنظيم لطيف، تنظيم حلو، زي ما كنا بنتكلم على تنظيم قطر بنتكلم على تنظيم السعودية لمباراة امبارح، حاجة جميلة والله، حاجة فعلا ممتازة. لكن كان في مشهد امبارح غريب شوية، في عز ما الدنيا شغالة، ولا أول امبارح في عز ما الدنيا شغالة والأمور يعني عظيمة جدا، ورونالدو بيجيب أول جون ليه مع النصر السعودي وبيعمل أول احتفال اللي هو السو ده، وخلاص ها اللقطة كلها والمخرج هيجيب لنا رونالدو هو وكلنا هنبسط قوي، اول مره هيعمل الاحتفال بتاعه في السعوديه والاستاد كله بيقول معاه السو بتاعته دي. فجاه وهو في اللحظه دي بالظبط الكاميرا بتطلع المدرج عند فضيله السمو وهو بيقول يس، فبدل ما نشوف احتفال رونالدو شفنا احتفال تركي آل الشيخ وهو بيقول يس. فاحنا انبسطنا كلنا الحقيقه، وطفينا التلفزيونات وولعنا في السوشيال ميديا وقفلنا من الماتش وما كملناهوش. ليه؟ لانه كانت يعني لقطه مستفزة جدا من المخرج. بس أنا عايز أقولك إنه لو كان المخرج عدى اللقطة دي وما جابش فضيلة السمو وهو بيقول يس في المدرجات، فهو أهم من رونالدو، هو اللي عمل الحفلة دي كلها، كان راح ورا الشمس. فعمرو أديب اشتغل زي المخرج بالظبط، شفت فضيلة السمو وهو ماسك أميتاب باتشان ونازل معاه، وحاجة جميلة، ومبابي طبعا كان بيتابع أميتاب باتشان وهو صغير فمبسوط جدا ان تركي آل الشيخ جاب له أميتاب باتشان ونازل بيه الملعب، معرفش ايه علاقته الحقيقة بالماتش، بس هو عمرو شايف ان دي لقطة عظيمة جدا وحاجة احنا كنا فرحانين جدا وحاجة خطيرة جدا، وايه الحلاوة دي؟ ليه؟ عشان أميتاب باتشان يا جماعة، انا الحقيقة مش عارف فين العظمة في أميتاب باتشان، بس اهو شفت فضيلة السمو وهو ماسك أميتاب باتشان ونازل معاه، وحاجه جميله، ومبابي طبعا كان بيتابع أميتاب باتشان وهو صغير فمبسوط جدا ان تركي آل الشيخ جاب له أميتاب باتشان ونازل بيه الملعب، معرفش ايه علاقته الحقيقه بالماتش، بس هو عمرو شايف ان دي لقطه عظيمه جدا وحاجه احنا كنا فرحانين جدا وحاجه خطيره جدا، وايه الحلاوه دي؟ ليه؟ عشان فضيله السمو الكفيل هو اللي عاملها، فخلاص يعني عاش عاش سموه وعاش فضلته والكلام ده كله. امبارح كنت بتكلم مع يعني زميل عزيز الحقيقه في المشهد ده، فبقول له يعني شفت المشهد، فقال لي اه والله اتفرجت ومش عارف ايه وبتاع، بس انت عارف المشكله في ايه؟ في الاخراج بتاع اللقطه كلها، سواء عمرو اديب سواء المخرج اللي ساب رونالدو وراح لتركي آل الشيخ. قلت له ايه؟ فضرب لي مثل غريب جدا الحقيقه، انا خليني اقوله زي ما قاله يعني. قال لي انت عارف لما تقوم تعمل طبق بيض بالبسطرمه؟ قلت له اه. قال لي هم بالظبط عملوا ايه؟ اللي هو بينقي، في ناس بتنقي البسطرمه بالبيض كويس؟ اه يعني بيحبوا البسطرمه فبياكلوها، بيطلعوا البسطرمه على جنب كده وبيسيبوا البيض في الاخر. فهم الحقيقه عمرو اديب والناس يعني على روايه الصديق يعني اللي كلمني ده، مش روايتي انا ولا رايي الشخصي يعني، هو بيقول لي يعني، فبقول انا حسيت ان هم عمالين يطلعوا البسطرمه من جنب وسابوا لنا سياده المستشار بس، والمعنى في الطبق يعني. فهو ده اللي حصل بالظبط، هو ساعة رونالدو والسو طلعوا البسطرمة على جنب، طلعوا الحاجة الحلوة على جنب، الحاجة الغالية المفتخرة على جنب، وسيبوا لنا الطبق، سيبوا لنا المستشار، وأهو بيض بالبسطرمة، فخدنا البسطرمة وسيبنا تركي آل الشيخ. فالحقيقة المشهد معبر يعني عن الوضع اللي حاصل. عمرو أديب قالوا له أنت خدام، فقال يعمل بحقها،
وبعدين المخرج وعمرو أديب والإعلام السعودي قعدوا ينقوا البسطرمة، طلعوا الحاجات الحلوة ما جابوها لناش وسابوا لنا طبق تركي الشيخ اللي مش بالبسطرمة. واضح كده يا جماعة انه التوجه الجديد لدى النظام المصري انه يشجع حضراتكم ان انتوا تتبرعوا. فبدأها مبارح بالأذرع الإعلامية في الحظيرة وتناقشنا معاكم فيها في الساعة الثانية قصة انت ليه ما بتتبرعش في صندوق تحيا مصر زي ما مصطفى بكري قال. النهاردة بقى رجعنا لسياسة الشنطة فيها كتاب دين، واحنا بتوع ربنا، بتوع ربنا قوي، فلازم نطلع مين؟ نطلع مفتي الديار المصرية شوقي علام يطلع مبارح في حلقة مع حمدي رزق عشان يأصل لك موضوع التبرع. لو انت مصري في الخارج هتحط زكاتك فين؟ لو انت مصري في الداخل هتحط فلوسك فين؟ والمهم ان احنا لازم بأمر ربنا ولازم وفقا بمرجعية دينية وتشريعية وإسلامية نحط الفلوس بتاعتنا في تحيا مصر وفي الصناديق وندعم الدولة. فلو كان مصطفى بكري ما جابش معاكو نجيبها لكم بكلام ربنا واعترضوا بقى على كلام ربنا. تعال نشوف شوقي علام قال امبارح مع حمدي رزق. لقينا دعوات قاسية جدا وعقورة جدا بتنطلق في الخارج ممسوسة سياسيا وإخوانيا تتحدث عن عدم إيراد الزكاة إلى الداخل بل وبتحاول تؤصل لها شرعيا. هو التأصيل الشرعي في الذي يؤصلونه لا قيمة له في هذه الحالة، لأن التأصيل الشرعي الحقيقي أنه يجوز نقل أموال الزكاة من مكان إلى مكان، ونحن عندنا فتوى ومؤصلة وراسخة جدا وموجودة على موقع دار الإفتاء المصرية لمن أراد أن يراجع، أنه يجوز لي أنا كإنسان مغترب يعيش في البلد الفلاني أو البلد الفلاني، عندي أقربي وعندي جيراني وأنا أعلمهم تماما، يجوز لي في هذه الحالة بل ينبغي علي أن أساعد هذه الطائفة من الفقراء والمساكين الأقارب لي أو الجيران أو أبناء بلدي على وجه العموم. ولذلك إحنا قلنا يجوز في زكاة المفروضة ويجوز في زكاة الفطر ويجوز في الأضحية في حد ذاتها أن يضحي الإنسان أن يوكل غيره في بلده ليذبح عنه. كل هذه الأمور وأنا عشت فترة في الخارج بنرى المصريين في الحقيقة بأنهم أيضا عندهم هذا الشعور. بس عجبني أوي المدخل الملقط الذكي بتاع حمدي رزق. هو عايز يخلي المفتي يقول يا جماعة اللي بره يا مصريين يا اللي في الخارج حولوا الزكاة بتاعتكم للداخل لان احنا مزنوقين فمنها دولارات، ما هم اللي بره ده هيحول بايه؟ هيحول بدولارات فندخل دولارات البلد. بس ما ينفعش نجيبها للناس كده، فنجيبها ازاي؟ فيدخل حمدي رزق يقول له وان هناك بعض المنابر الإخوانية بتحاول تأصل ان اللي بره غير جائز شرعا يحول زكاته جوه. انا مش شيخ، هنستضيف الشيخ دلوقتي عشان نعرف منه، بس انا يعني المدخل نفسه لا ناصح يا حمدي، لا بصراحه يعني عجبتني بصراحه، يعني الدخله حلوه عارف انت اللي هو بس في اخوان بيقولوا فايه رايك يا شيخنا؟ فالشيخ بقى لا 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 وهذا لا مش عارف ايه وهناك تأصيل شرعي والكلام ده كله. طيب تعال نشوف يعني ليفل اعلى شويه من الفتوى. امبارح الحلقه كانت كلها فتاوى الحقيقه. الراجل بيتكلم انه يجوز تقديم الزكاه ودفعها لسنتين، تدفع مقدم الزكاة بتاعك سنتين. برضو أنا مش شيخ، الشيخ معانا وهنرجع نعرف منه، بس تعالوا نشوف المفتي كان بيقول إيه. يا سيادتك الفتوى مستقرة على أنه يجوز تقديم الزكاة في حالات الحاجات، يعني عندما يكون المجتمع في حاجة أو يكون هناك أفراد في حاجة ولا يمكن دفع هذه الحاجة ولا إزالة هذه الحاجة إلا بتقديم الزكاة اللي هي العام القادم والعامل حتى لو مكملتش السنة، وحتى لو مكملتش السنة يعني ممكن بدفع الزكاة العام قبل ما ينتهي، ويجوز لي دفع زكاة العام القادم كمان قبل أن يبدأ. يعني وقت النهاردة أنا بدفع الزكاة بعد العام ينتهي في ظل الحاجة والعسرة أقدر أدفعه قبل أن ينتهي؟ نعم يجوز لي دفع الزكاة مقدمة. ثم وصلنا إلى الماستر سين في الحلقة، وهو إنه يجوز إعطاء الزكاة لصندوق تحيا مصر، لأنه صندوق تحيا مصر ده أصلا بتاع الغلابة، بتاع حياة كريمة، بتاع الفقراء. فأحسن حتة تحط فيها زكاتك أيها المواطن المصري المسلم هي في صندوق تحيا مصر. تعالوا نشوف المفتي قال إيه. في برامج خيرية يعني رئاسية أو برامج حكومة زي حياة كريمة تكافل وكرامة، وطبعا دول شغالين على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، دعمها من الناحية الشرعية تبرعات زكوات صدقات فطر. يجوز شرعا أن تعطي زكاتك المفروض عليك ومن باب أولى طبعا الصدقات والهبات والتبرعات يجوز إعطائها لهذه المناطق من حياة كريمة وصندوق تحيا مصر والمؤسسات الخيرية الكبرى. يعني هل يجوز لي أن نسمي هذه المسميات مثلا بيت الزكاة وصدقات المصر التابع لمشيخة الأزهر الشريف، مصر الخير، جمعية الأرمان، في كمان البريد المصري، في
بنك ناصر اللي هو يعني الذي ينص قانونه على انه يجمع الزكاه ويفرقها وفق آلية معينه، يجوز لي كانسان مسلم ان اعطي الزكاه لمثل هذه المنافذ؟ هنا بقى عجبني مش بس دخلت حمدي، لا عجبني توزيع الادوار. يعني انت عارف هو حمدي رزق قعد مع شوقي علام قبل الحلقه وقال له فضلتك احنا هنسال الاسئله اللي فخامه اللواء عباس كامل والعقيد احمد شعبان بعت لهنا، فانا معايا مجموعه من الاسئله لازم ابصيها لك وتردها لي، ففي سؤال هنقسمه على بعض لان ما ينفعش ابقى مفضوح قوي كده. فقال له طب يا استاذ حمدي هنعمل ايه؟ قال له هنعمل الاتي، انا هبدا بالايه، عارف انت اللي هو بالدوم والتك كانه هما بيطبلوا بيقسموا بيلاقي، فانا هطلع في ان في برامج رئاسيه فضلتك زي حياه كريمه وزي مش عارف ايه، هل يجوز دعمها من الناحيه الشرعيه؟ فحضرتك هتستلم مني وتشوط. ايه الشوطه بقى؟ انك هتكمل عليا في المشروعات، انا ما ينفعش اقول لك المشروعات كلها. فخدت بالك انت التقسيمه برضو عجبتني، يعني حمد رزق برضو اشتغل ايام مبارك كتير يعني، فبرضو لسه شارب الصنعه، ما هوش زي احمد موسى ونشأة الديه والناس دي، لا حمد رزق برضو لسه في حته معلمه يعني. فاللي هو ايه، ها هنقسم مع بعض فضلتك، وانت لما ترد تقول جائز شرعا تكمل بقى، تكمل الورقه اللي مبعوته لنا، تقرا بقى ان هو مش عارف ايه والخير ايه ومبادره ايه وتحيا، كمل بقى، كمل للاخر لحسن هنروح في 60 داهيه انا وانت اهو. فالحقيقه ده اللي كان المشهد بتاع المفتي، خلينا ننقله من الناحيه الشرعيه ومن ناحيه التقسيمه اللي احنا يعني بنتفرج عليها دي، لضيف اللي بينضم الي عبر سكايب الشيخ عصام تليمه احد علماء الازهر الشريف. الشيخ عصام اهلا بيك. يا مرحبا دكتور اسامه، اهلا بيك ومشاهدينا الكرام. الف سلامه عليك الاول، اتمنى ان صوتك يكون كويس والصحه تمام. اللهم امين. ودور داير على الكل، كلنا بناخده بالدور يعني. طيب شفاك الله وعافاك يا سيدي، خليني ابدا معاك ب النواحي الشرعيه اللي وردت في تصريحات المفتي. اولها كان ان في دعوات اخوانيه بتحريم وتجريم وعدم جواز شرعا ايراد الزكاه من المصريين للخارج للداخل، ففضيله المفتي شوقي علام افتى بان هناك تاصيل شرعي لهذا الامر وانه جائز شرعا تحويل الزكاه من الخارج الى الداخل، بل الاكثر من ذلك ان انت ممكن تدفعها سنتين مقدم. ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية كل ما ذكره الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، نتفق أو نختلف في المسمى، في الوظيفة، في القبول، الأحكام اللي قالها مجردة أحكام صحيحة فقها بالمناسبة، يعني ليست المشكلة هنا في كل هذه الأحكام، فنقل الزكاة من بلد إلى بلد جائز شرعا، وتقديم الزكاة جائز شرعا، وتقسيط الزكاة على أقساط جائز شرعا، هو كل ما ذكر جائز شرعا. هو المسألة شيخ عصام، ما حكم دفع الزكاة حاكم الظالم أو الفاسق اللي هو ده؟ يعني يروح مقفل على ده كله، يعني تعرف زي ما تقول، يعني تقول واحد، هو فضلت الشيخ حكم واحد نسي الصوره بعد الفتحه، نسي يقرا صوره بعد الفتحه، فتقول له الصلاه صحيحه، يقول لك مش عارف سبح سبحان ربي الاعلى حطها في سبحان ربي العظيم، تقول الصلاه صحيحه، في الاخر بقى تلاقي تكتشف ايه، بس المصلي كان جنب. طب ما هو السؤال الاول لازم تقوله الاول، يعني هو الاول قبل ما تجيب تخش في انه صلى الاول متوضي ولا مش متوضي، الطهاره حكمها ايه، وبعدين نخش في السنن قبل الاول نشوف الفرائض. فهو كل اللي بيقوله مجردا عن الحاله اللي هو بيتكلم عنها يمشي فقها، ما حدش يقدر، بالمناسبه ما حدش يقدر يمنعه. هو طبعا زي ما قلت انت كده حمدي رزق، وفعلا السيناريو اللي قلته بالظبط هو ده اللي حصل، يعني لان لو تشوف كل حوارات المفتي السابقه قبل كده بتلاقي في عجز عند المفتي في الصياغه الفقهيه اللي بيضطر يظبطها له ويقلوظها ويقوله، وتلاقي رجع للقاءات السابقه الاولانيه خالص، ايوه هو ده بالظبط حضرتك يا استاذ حمد الله يفتح عليك، يعني هو المفتي بيقعد يتكلم وينطور والكلام مش عارف يتظبط، وحمد انه صحفي فبيصيغ العناوين ويصيغ العنوان ويصب ويقول الجمله. ففعلا السيناريو انت تخيلته يعني كانك كنت وصفته، وانا اشهد لك بانك انت قدرته بجداره كانك ثالث الاثنين اللي اتكلموا يعني. فنقطه الاحكام محدش يختلف، هي الازمه توظيفهم هم للاحكام. طب قبل التوظيف يا شيخ عصام معلش، هو قال ثلاث احكام،
الحكم الأول إنه تحويل الزكاة من الخارج جائز شرعا وأنت تجيز ذلك، مفيش مشكلة فيه، صحيح؟ صحيح. طيب الحكم الثاني إنك تدفع الزكاة مقدم سنتين، برضو جائز شرعا. طيب الحكم الثالث إنك تدفع للبرامج الرئاسية وصندوق تحيا مصر. لا، هنا بقى اللي مش جائز شرعا. طيب ليه بقى؟ أيوان، بس الأول عشان ما فوتش النقطة الأولى مهمة قوي. نقل الزكاة من بلد لبلد، أول من وظف هذه الفتوى سياسيا بالمنع مش الإخوان، بالعكس ده كل مشايخ السلطة لما كان الإخوان والإسلاميين بيدعوا للتبرع لفلسطين كانوا يقولك لا بلدك أولى ما تطلعش بره. ارجعوا الورا افتكروا يا جماعة، الناس اللي كانت بتجمع تبرعات مش الزكاة كمان بس التبرعات، وكان حال مصر ساعتها الحال الناس مسطورة ويعني على الأقل الناس عندها اللي تبرعوا، كنت تلاقي المشايخ السلطة وبتوع السلطة وأجهزتها وإعلام السلطة بلدنا أولى. طب يا عم لك اشمعنى دول ناس باعوا أراضيهم، دول خونة، كلام الباطل بيطلع على أهل فلسطين وغزة تحديدا. إذن اللي بدأ التسييس بالكذب هم اثنين، أتحدى لا يوجد على برامج القنوات المصرية المعارضة الوطنية بالخارج أي عالم على وجه الأرض ولا واعظ حرم ذلك، بالعكس. ما انا الحقيقه كنت اسالك، هل انتوا حرمتوا ده؟ هل دعيتوا الناس لعدم تحويل فلوسها لمصر؟ ده اول ناس ساعه السيول وساعه كورونا قلنا للناس تبادر بتعجيل الزكاه وتتصدق والناس تشيل بعض، حتى لو في ظل سلطه ظالمه احنا نشيل بعض وما نوديش المال ناحيه اهل السلطه الظالمه. بالعكس ده الدعوات كانت سباقه قبل هذه الانظمه وقبل هذه المؤسسات اللي تابعه للسلطه. طيب ينفع ندي لتحيا مصر وحياة كريمة وحياة مهينة؟ هو أنا السؤال اللي عايز أسأله للمفتي والحمد رزق. طيب الناس تتصدق، أنا موافق نبعث من بره مش للمصريين محتاجين، هنعلن رسميا سنتبرع لزوجات المعتقلات والمعتقلين والمسجونين في سجون عبد الفتاح السيسي من المصريين، حكم الفتوى يا فضيلة المفتي هتقرني؟ أنا عن نفسي مقر الناس تنزل فلوس لأي محتاج بعيدا عن اي مؤسسه تابعه لاي سلطه ولا اي مؤسسه تابعه لاي تنظيمات، الناس منها للناس للشعب، انا موافق. وهنقول من ضمن ده سيدفع للاسر المعتقلين والشهداء والمظلومين والمسحوقين من ابناء الشعب المصري. هل سيقر شوقي علام وحمد رزق بهذا الامر؟ ابدا. لو انت اعلنت انك باعت ده لمواطنين بهذا الشكل مستحيل ان يقبل. اذن اللي مسيس الفتوى هم أهل السياسة والسلطة وليس أهل العلم والدين. ليه ما نديش لتحيا مصر؟ لأن الفتوى الواضحة من الفقهاء إن في خلاف من الفقهاء اللي يعطي الزكاة للحاكم الظالم، خلافهم مش فيها يجوز، لا يجوز قولا واحدا. خلافهم لو أنت غلطت واديتها الحاكم ظالم تسقط عنك ولا لازم تعيد وتدفع تاني؟ هو ده خلاف الفقهاء بالمناسبة، وده مش هيقدر شوقي علام يقوله، لأن العلماء قال لك الزكاة الأصل بتديها للإنسان، إنه بتديها للسلطة إمتى؟ لما تبقى السلطة عادلة، أنفقت ما عندها من مال، وشرط تبقى السلطة بتميز بين الحلال والحرام، لأن الزكاة أصلاً لها مصارف ثمانية. النهاردة السلطة دي هتحطها في أي حاجة هي عايزاها، مش والزكاة عبادة يتعبد بها الإنسان لربه، مش بمزاجه. الذين في أموالهم حق معلوم، حق طالع منك بنسبة معروفة، والأصحاب هذا المال معروفين ما فيش فيه مجاملة. فما ينفعش تديه هنا لحد انت عارف ما عندوش علم لا باللي يحتاجه ولا ما يحتاجش ثم يفرق، وربما الأمر راح وإلا لكن فيش شفافية. طب بص يا شيخ عصام، ما هو النقطة دي فيها مشكلة الحقيقة. من ناحية السلطة هتلاقي علماء كثر أو مفترض ان هم علماء، يعني هم بيقولوا انه لا يجوز، ومش شايفين ان السلطة دي أصلا سلطة ظالمة. من وجهة نظرك ونظر آخرين وهم كثر أيضا إنه لا يختلف اثنان على إن هذا النظام نظام ظالم وهذه سلطة ظالمة. فده هيرجعنا لقصة لو كان الرئيس مرسي هو مكان عبد الفتاح السيسي وعاشت البلاد أزمة، كنا هنشوف عصام تليمة ومحمد الصغير وآخرين بيقولوا ادعموا السلطة يا جماعة أو ادعموا البلد يا جماعة وتصدقوا وحطوا زكاتكم في الصندوق، وكنا هنشوف ناس تانية زي خالد الجندي مثلا بيقول لا تدعم السلطة لأنها سلطة ظالمة. فهنا ميزان العدل والظلم ما هو؟ هتحكموا الأهواء السياسية في الآخر؟ لا، الأهواء السياسية تيجي عند الهوى، إنما الفتوى ما تغيرش.
دعم المواطن المحتاج لا يختلف عليه أحد. اللي بيميز بين المحتاج وغير المحتاج بناء على التسييس هو يبقى هو المسيس. يعني هتقول فتوى أنا أو شيخ صغير ولا أي حد من المشايخ قال يا جماعة ما تدوش المحتاج حتى لو كان سيساوي، ما نقدرش نقولها شرعا، ما أقدرش أقولها شرعا. هو محتاج سيساوي ده ربنا يحاسبه بقى، يعني ده قصة تانية. أو محتاج علاج ممكن أديله زكاة من باب يتعالج نفسيا. أنا ما عنديش مانع والله أدي الزكاة لواحد سيساوي يتعالج من المرض اللي عنده، بس ده مرض. إن سيساوي دي في هذا الزمن ما كان في الأول وارد، ممكن والله الواحد مخدوع، إنما لا، ده معناه ده مريض، فيجوز زكاة من هذا الباب. إنما لم نمنعها عن أحد ولا يمكن. وعمر ما حد فينا قال يا جماعة ادوا لأيام الدكتور مرسي ادوا للسلطة، لا، طول عمره من المجتمع وتقديم المجتمع وتقوية المجتمع، والأهم في ذلك المجتمع، وإن لا قيمة لدولة لا كرامة للمواطن فيها. ثم طيب ما هو السلطة دي خدت مليارات بالكوم بالزوف، وبعدين شايفين التصرف. احنا شفنا الدكتور محمد مرسي جاب طيارة بنص مليار والشعب بيكح تراب، شفنا الدكتور محمد مرسي بيبيع جزيرتين مش عارفين الثمن قد ايه، شفنا الدكتور محمد او هو وغيره بالمناسبة النهار، شفنا الدكتور محمد مرسي الناس لو بتطلع على الراتب ده كانت الاخوان بيتهوا ان هم بتوع السكر والزيت، مش بياخدوا سكر وزيت، بيوزعوا سكر وزيت. النهارده السيسي وغيره لا، ده بيشفط الزيت والسكر منك لو عندك زيت وسكر اساسا. فالمساله لا، مفيش فيها هذا التوظيف السياسي من جهه. طيب. وارد واحد يتعصب لتياره لكذا، ومع ذلك طول عمرنا بنقول يا دكتور اسامه حتى جوه التنظيمات وجوه الجامعات لا يمكن، اعرف اين تضع صدقتك. جميل. بتحط صدقه فين والمين وازاي وتحاسب وتراقب، حتى في الفرد حتى في الجمعيات الخير. بيقول يا جماعه ما تدوش لجمعيه ما انتش عارف شغلها ايه، ولا بيوريك انت صدقتك راحت فين، او مقدم سلطه انا عارف هي بتعمل ايه بالمال. لا طيب، خلينا نختم المقابله دي بسؤال على ستايل برنامج يستفتونك. شيخ عصام، هناك سؤال يفرض نفسه، هل يجوز دفع الزكاه والتبرع لصندوق تحيا مصر؟ ما هي الفتوى هنا؟ بحكم معلوماتي ما أفتيه أنه لا يحل شرعا إعطاء صندوق تحيا مصر أي مليم واحد لمن يعرف طبيعة هذا الصندوق بحسب فتواي. أما من جاهل ولم يكن يتصدق إليه أجره عند ربه عملا بالحديث، بدون ما تزعلوا بتوع السيسي، ده حديث صحيح البخاري من النبي الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا خرج بصدقته فضعها في يد بغي واحدة شمال فبالخطأ، فلما أصبح تقال عليه الناس قالوا بغي، في يوم تاني خرج يتصدق فوضعها في يد لص، لما أخذ إخواننا بتوع السيسي ما زعلوش، فقالوا يعني في يد لص، وما عرفش في الثلاثة أنا ده لص. ثالث مرة خرج الرجل فوضعها في يد غني، فقالوا يتصدق على غني، فقال صلى الله عليه وسلم لعل البغي أن تتعفف تتوب، ولعل اللص أن يتوب إلى الله ويطل السيرة، ولعل الغني أن يتعظ فيتصدق. فالصدقة صحيح اللي وضع عن جهل ربنا يتقبل، إنما من يعلم لا أحل له ذلك شرعا، لأن الأولى أن يعطيه لمن يستحق، لأنك تضع مالك فيما يضيع، وكفى بالمرء إثما يضيع من يعلم. لا فتوى لا يجوز على حسب الحالة، إذا تصلح حال الصندوق والناس عارفة ما يدخل وما يخرج ويذهب لأهلي والمستحقين، ساعتها الرأي يتغير يختلف. ما ليش علاقة مين اللي على الصندوق، لي علاقة الصندوق بيعمل إيه، كيف يدخل المال وكيف يخرج إليه للناس، بيصل للمستحقين ولا لا. ثم لو الناس واثقة ما بيتبرعش للناس، طالع ليه المفتي يتكلم، والناس أصلا لا تثق في فتاوى المفتين وبيسموا دايما بتوع السلطة بتوع السلطة والمفتي الملاكي، طبعا ده بيزعلنا ما بيسعدنيش، لأن الأصل العمامة الأزهرية والعالم الأزهري يظل يحترمه عند الناس. لماذا يذهب الناس للفتاوى الشعبية ولا ذول للفتاوى الرسمية، الا في اللي محتاج فتوى طلع عشان ورقه عشان يروح محكمه ولا بتاع، لانه مش واثق. نعم مش واثق. اشكرك شكرا جزيلا. طب لنفسه يعني. شكرا جزيلا ليك شيخ عصام تسليمه، احد علماء الازهر الشريف، كنت ضيفي عبر سكايب. من فتره كده كان في حادثه مرعبه في مستشفى في مصر، ضابط طيار جايب مراته واخته وامه وقرايبه اللي يتشدد له، دخلوا ضربوا التمريض هناك بالكرباج. الحقيقة الحمد لله الضابط ده خد براءة. تعالوا نشوف الخبر كده من شبكة رصد، لما قالوا هناك انه هيتحاكم عسكريا ومفيش محاكمة مدنية ومحدش هيقرب له،
براءة النقيب طيار المتهم بالاعتداء على طاقم مستشفى وسنة يحيى العدل. الحمد لله ظهر الحق، الراجل راح ضربوا التمريض بالكرباج وأجهضوا واحدة وجابوا لها نزيف وبهدلوها، لكن الحمد لله المحامي أحمد حمد قال أنه تم تبرئته من القضاء العسكري من الاتهام المسند إليه بتعدي على تمريض مستشفى وسنة، وذلك عقب التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات. تعالوا نشوف كده صفحة المحامي أحمد حمد قال إيه في البوست اللي مكتوب. ألف مليون مبروك للنقيب طيار مصطفى السد العالي، البراءة في واقعة مستشفى قويسنا من كل ما نسب إليه. الحمد لله يا سيادة المحامي، أنا مبسوط والفريق الإعداد مبسوط ومصر كلها فرحانة. الحمد لله مفيش ضابط هيتحاكم. إحنا كنا شاكين والله، إحنا خفنا، إحنا حطينا أيدينا على قلبنا قلنا معقول ده السيسي مأكد لي ان ضابط يضرب رصاصه ولا قنبله غاز، حد يتعور ولا يموت الضابط يتحاكم؟ مفيش الكلام ده. وبعدين لقينا بتقولوا محاكمه وقضاء عسكري، قلنا يا نهار اسود، طب السيسي دلوقتي كلمته تنزل الارض؟ حنفي، لا حنفي كلمته ما تنزلش الارض ابدا، والحمد لله ما نزلتش، خد براءه. ما عندناش ضابط بيتحاكم يا جماعه، وخاصه لو ضابط جيش ضرب بقى التمريض، داس عليه بالجزمه، ضربه بالكرباج، مش مشكله، بس ما عندناش ضابط يتحاكم، انسوا، مفيش. السيسي قال الكلام ده، خلص خلاص. قالوا امتى؟ من 2014. فالقصة واضحة، الضابط كان متوقع انه هيطلع براءة، لكن تعالوا نشوف محامي سعادة الضابط حظابط وهو بيتكلم وبيوجه رسالة للرأي العام قال ايه. نتابع. اقتحام منزل الضابط اكثر من 5 مرات عن طريق الشرطه المدنيه، عن طريق وزاره الداخليه، هل ينفع؟ هل ينفع بدون تواجد الشرطه العسكريه او النيابه العسكريه؟ ده بيت الضابط بقى ملطشه في البلد، كل شويه الشرطه تخش بالليل، كل يوم كل يوم يخشوا يفتشوا بيت الضابط. طيب لما والد الضابط كلم اداره المخابرات، ايه الاجراء اللي تم؟ لا الشرطه تاني مره وتالت مره ورابع مره تخش بيت الضابط. الموضوع ده ممكن يحصل مع اي ضابط في الجيش، اي ضابط في الجيش ممكن يتلفق له واقعه زي دي. وبطلب من كل راجل محترم، انتوا مش عارفين الوضع ايه، لما يبقى راجل ضابط محترم وبقول ضابط جيش محترم، احنا عارفين ضباط الجيش متربين ازاي، ما بنشوفش منهم اللي بنشوفه كل شويه، من غيرهم وامه تنضرب واخته تنضرب ومراته كمان تجهض، لا وايه عشان تم تصوير وهو بيدافع عن امه الحته الدقيقه الاخيره، راي العام يقلب عليه من غير ما نشوف الحقيقه ايه، راي العام يقلب عليه. الحمد لله يا سيادة المحامي، الرأي العام اتقلب عليه، بس الرأي العام رأيه كله راح في الزبالة الحقيقة. قضاء العسكري حط الرأي العام كله برأيه في الزبالة وطلع الضابط براءة وما فيش أي حاجة حصلت. طيب إيه الجريمة اللي الضابط ده ارتكبها؟ ما تيجوا نفتكر كده الرأي العام اللي رأيه اتحط في الزبالة بحكم القضاء العسكري اللي طلع الضابط طيار براءة، كان زعلان ليه؟ احنا كنا متضايقين ليه من شهر تقريبا؟ يبقى ده كان الكلام بتاع ايه، بتاع مدير المستشفى لما قال لهم انا مش هعرف اعمل حاجة ومش هعرف اساعدكم لو الازمة راحت النيابة. ما راحتش النيابة يا دكتور، دي راحت القضاء العسكري، بس القضاء العسكري طلعوا براءة، تلاقش فيش اي حاجة حصلت، حق التمريض راح في 60 داهية الحمد لله. تعال نشوف كده وزير الصحة الجامد جدا بتاعنا، الرجل المدني العظيم اللي بيدافع عن حقوق الفريق الطبي، قال ايه في وقت حدوث هذا الاعتداء؟ طلعوا لنا الخبر كده يا جماعه. وزير الصحه من مستشفى وسنا بعد الواقعه، مفيش حد فوق القانون. طبعا دي صور الاعتداء، ماشي، دي صور الضرب بالكرباج، لكن طلعوا لي بقى الخبر اللي بعده لو سمحتوا، خبر الوزير. ايوه من صدى البلد اهو، من مستشفى وسنا المركزي، وزير الصحه، خلي بالك من السطر اللي جاي ده لانه سطر قوي جدا، خلي جسمك يقشعر، مفيش حد فوق القانون الا الضابط بتاع الجيش وثلاث اربعه كمان. القضاء العسكري فوق القانون يا سياده الوزير، الضابط الطيار فوق القانون يا سياده الوزير، الضابط الطيار اللي ضرب التمريض بتوعك بالكرباج هو وعيلته طلعوا فوق القانون يا سياده الوزير، راحوا للقضاء العسكري وبرأهم يا سياده الوزير. نعمل احنا ايه دلوقتي؟ ها نتصرف ازاي يا دكتور خالد؟ نروح لمين؟ نشتكي لمين طيب؟ نصدقك ازاي بعد كده يا دكتور؟ اهو التمريض ما خدش حقه، اتضربوا بالكرباج وحضرتك الوزير وطلعت فتحت صدرك وقلت مفيش حد فوق القانون. راح الضابط للقضاء العسكري قال له انت ايه اللي جابك يا ابني؟ قال له ضربت تمريض بالكرباج، قال له طب ما تضربهم، قال له ازاي يا باشا ده الرأي العام مقلوب، قال له ما يتقلب، قال له طب هنعمل ايه؟ براءة حبيبي، روح الوحدة بتاعتك واشتغل. ايه الكلام الفارغ ده؟ انت جاي هنا نحاسبك عشان مدني ضربته بالكرباج؟ ما تضرب بالكرباج. طب بس ده وزير الصحة قال له مش حد فوق القانون، احنا فوق القانون يا ابني، روح الوحدة بتاعتك يلا، روح اركب طيارتك وطير، بص على الناس من فوق اللي انت ضربتهم بالكرباج دول وانبسط وعيش حياتك.
ده النظام بتاع عبد الفتاح السيسي، دي البلد اللي احنا عايشينها. خلينا ننقل المشهد ده قبل ما نتكلم على موضوع التأمين الصحي الشامل لضيفي عبر سكايب من لندن دكتور مصطفى جويش وكيل وزارة الصحة الأسبق. أهلا بك دكتور. دكتور مصطفى أهلا بك. أيوه أنا سامعك كويس. أهلا وسهلا. طيب الحقيقة هل كان متوقع لحضرتك أن الضابط الطيار هيروح القضاء العسكري ياخد براءة في حادثة مستشفى أوسنا؟ هو الحقيقة أن الضابط وعيلته كلهم راحوا من القضاء العسكري بناء على قرار من القائد العام للقوات المسلحة المشير السيسي من حوالي سنة تقريبا، قال أن أي ضابط في القوات المسلحة هو أو أي حد فرد من عيلته يتحكمهم أمام القضاء العسكري ولهمش أي علاقة بالقضاء المدني. فالقضية من أول يوم كانت بتنفذ تعليمات رئاسة الجمهورية بأنهم يروحوا القضاء العسكري، فبالتالي الضابط وعيلته اللي ضربوا بالكرباج وداسهم الممرضات بالجزم زي ما الممرضة قالت تحولوا جميعا القضاء العسكري، فلما يطلعهم كلهم براءة هذا أمر غير مستغرب لأن البلد فيها حاليا عسكر ومدني. هي دي القضية كلها، ويمكن ده السبب الأساسي في أن الأطباء بيهربوا من مصر لأنهم بيتضربوا بيتهانوا داخل المستشفيات بدون أي حماية من الحكومة، بل بالعكس بيطلع المجرم اللي ضربه الكرباج يطلع براء في الآخر. ليه؟ لأنه عسكري حسب تعليمات المشير القائد اللي على القوات المسلحة. طب فين تعليمات الوزير؟ يعني دكتور خالد عبد الغفار الحقيقة اليوم الحادثة كانت تصريحاته قوية جدا وقال ما فيش حد فوق القانون، والناس كلها فهمت انه تحدي يعني من وزير الصحة للضابط اللي في القوات المسلحة. الحقيقة يومها وزير الصحة لما نزل لمستشفى أوسنا كان واضح جدا انه نازل لاستيعاب الموقف ولترضيه الممرضات يعني. وحتى من ضمن الكلام اللي قاله الدكتور خالد عبد الغفار وقتها قال ان هو يتواصل مع وزير الدفاع لبحث الامر. يومها انا كتبت على صفحتي على الفيس وعلى تويتر قلت وزير الصحه المدني لن يجرؤ على مخاطبه وزير الدفاع العسكري، وده امر واقع مع الاسف بنعاني منه تحت الحكم العسكري المستبد في اي دوله عسكريه زي نظام مصر حاليا. طيب دلوقتي التمريض المفروض يعمل ايه؟ يعني التمريض اللي اتضرب بالكرباج ده حقه ضاع، مدير المستشفى قال له لو رحت النيابه ماليش دعوه بيك، وكيلة الوزارة جت قالت لهم يا بنات لا خلاص عايزين نلم الموضوع، وزير الصحة قال ما فيش حد فوق القانون وحسوا ان ممكن ها في امل، وبعدين النهاردة ما فيش امل ولا في اي حاجة ولا في حد اتحاسب، فحق التمريض ده مين هيجيب؟ التمريض هينضمهم الى عشرات الالاف من المصريين اللي حقهم ضايع من اول لحظة، اللي عندهم ناس ماتهم شهداء او مطردين او مسجونين او مهضوم حقهم او بيهانهم، زي بالظبط ما سمعنا سيسي في 2014 بيقول لو ضابط ضرب حد في عينه مفيش محاكمة مفيش أي شيء، خلاص هيفضلوا مكلومين يكتموا غيظهم يصرخهم في السر إلى أن تهان لحظة الخلاص وربنا يجعلها قريبة بإذن الله. طيب بعيدا عن وسنا الحقيقة في موضوع تاني مهم جدا، موقع الجزيرة نت دكتور بينشر تقرير بعنوان وفقا لاستبيان نقابي لماذا لا يفضل أطباء مصر التأمين الصحي. نقابة الأطباء بتعمل استبيان الحقيقة عن أراء الدكاترة لمشروع التأمين الصحي الشامل اللي أعلن من 5 سنين تقريبا، والأرقام الحقيقة فيها حاجات يعني مفاجأة. لجنة الإعلام في النقابة بتقول إن 80% من الدكاترة بيفضلوا عدم الاستمرار في هيئة الرعاية الصحية، 83% منهم اشتكوا من تقصير الرعاية الصحية والاجتماعية، 82% اشتكوا من سوء تعامل القيادات، ويعني بيقولوا انه موضوع التأمين الصحي الحقيقة في مشاكل كتير متعلقة بالفلوس متعلقة بالمعاملة نفسها للدكاترة. انت يعني كان ليك مقال في عربي 21 تقريبا بعد هذا الخبر على طول بعنوان التأمين الصحي الشامل فشل وفشل جديد للنظام السيسي. قبل ما ناقش المقال مع حضرتك خليني أسألك بداية عن الاستبيان النقابي والأرقام اللي وردت فيه، إزاي قرأتها؟ الحقيقة هنا لازم نوجه الشكر لنقابة الأطباء ولجنة الإعلام إن قامت بدورها المهني النقابي
في تقصي احوال الاطباء في محافظات اهله انها تكون متميزه في ظل التامين الصحي الجديد. والحقيقه ان هي النقابه طرحت هذا الاستبيان في شهر نوفمبر يعني من شهرين، وايده ده مفتوح لعموم الاطباء خاصه في المحافظات اللي يعني قالوا من انتهى فيها زي الاقصر وبورسعيد، وقالوا ايضا باقي المحافظات اللي حاليا بيسموها محافظات تجريبيه زي الاسماعيليه مثلا او اسوان. وتم نشر هذا الاستبيان علنا على صفحات النقابه. طبعا بدات الناس تشارك وكان في ضمان لسريه البيانات عشان طبعا الناس كلها بتخاف من القبضه الامنيه ومن هذا الامر، لكن كان في حاله التطمينات من النقابه. فالحقيقه لما يطلع عندنا الاستبيان بتلك الطريقه، وكان اغلب اللي شاركوا فيه من محافظه الاقصر تحديدا، لما يطلع عندنا وزير الصحه كان اعلن من عده اشهر ان احنا التامين الصحي هنحل فيه مشكله الاجور، هيبقى راتب الطبيب يوصل يمكن من 20 ل 22 الف جنيه في الشهر، يعني حوالي مثلا 800 الف دولار مثلا، هو بياخد حاليا 3000 ل 5000 جنيه، فلما يزيد 5 اضعاف او 4 اضعاف دي ميزه. لما نلاقي ان الاطباء في الاقصر بيشتكوا من تاخير المستحقات الماليه، يعني ما بياخدوش فلوس. لما نلاقي انهم بيشكوا من سوء الرعايه الصحيه وطول ساعات العمل والاجهاد الشديد، لانهم ايضا بيشتكوا من التعسف الاداري وسوء المعامله الاداريه، طبعا ده امر في منتهى الغرابه، معنى كده ان لم يتم اي تحسن في احوال الاطباء. لما نقول ان عندنا كان في امل او بارقه امل في التامين الصحي الجديد في بورسعيد والاقصر، وندي امل لباقي اطباء الجمهوريه ان هيجي عليك الدور بعد كام سنه، بعد 30 40 سنه تبقوا كويسين زي دول، لان ايضا الاطباء ما زالوا بيشتكوا. يبقى معنى هذا ان التامين الصحي فشل في تحقيق الرضا الوظيفي، وده اللي قاله النقابه. يعني كان تقرير تعليق النقابه بتقول لما محافظه زي الاقصر ودي تعتبر متميزه حاليا، الاطباء يشتكوا من عدم وجود رضا وظيفي في العمل، ده يعتبر مؤشر خطوره بالنسبه للتامين الصحي تحديدا وبالنسبه لعموم الاطباء بصوره عامه. طيب، يعني في مقالك في عربي 21 ذكرت عدد من النقاط الهامه في الحقيقه، لكن في نقطه محتاجه شرح دكتور، وهي يعني كان العنوان الفرعي في المقال مشروع التأمين الصحي الجديد اتجه إلى الربحية بالمخالفة للقانون، ما هي التفاصيل؟ هو الحقيقة أن قانون التأمين الصحي الشامل اللي هو القانون رقم 2 ل 2018 بينص الحقيقة على من الناحية أنه بيقول أنه مشروع تكافلي خدمي لا يسعى إلى الربحية، بمعنى ان هو ان المشترك بيدفع اشتراك يعني له ولاسرته بالكامل طول عمره، وقالوا في الاول انه الزامي لكن هو حاليا بقى اختياري مش الزامي. المهم ان بيجمع الاشتراكات من المواطنين، المفروض انه بعد كده بيديهم الخدمه بالمكان. لما قالوا ايامها ان احنا هنبدا ناخد كمان من اللي يتعب ما يسمى باللي هي الحاجات اللي اوقات المساهمات في الأدوية وفي الكشف وفي الأشعة وفي الإقامة، بس أصبح التأمين الصحي بيجني فلوس من المواطنين. لما يطلع وزير المالية يقول أرقام في منتهى الغرابة، بيقول إحنا عندنا إيرادات 72.5 مليار جنيه، صرف منهم 3.5 على المرضى، بقى عنده رصيد بيسموها وفرات 67 مليار جنيه وفرات من 2018. طب يعني خد من الناس، خد 72 مليار ايرادات يعني تحصيل، يعني بيستثمر، يعني ده يعتبر اقتصادي، وفي نفس الوقت اللي صرفوا 3.5 مليار عنده وفرات 67، وقال انه عمل استثمارات ب 15 مليار، يعني جانب اقتصادي، بالاضافه ان عنده كمان 70 مليار في صندوق الصحه كان ما قالش عليهم. يبقى بالتالي اصبح عندنا التامين الصحي انتقل من انه ربحي، انه خدمي غير ربحي، الى مشروع ربحي اقتصادي. ونفس الكلام ده اللي قاله الدكتور السبكي قبل كده، نبدا داخل السياحه العلاجيه، هيدخل العلاج الفندقي في التامين الصحي، عمل ما يسمى شركه رعايه مصر، شركه قطاع اعمال اللي تستثمر بالاموال، فتحول، فده مخالفه للقانون اللي هو 2 لزاد 2018. طيب، بمناسبه الدكتور السبكي، يعني تقرير الجزيره هنا بينقل عنه، هو طبعا رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه،
قال إن المنظومة منذ انطلاقها قبل 5 سنوات قدمت 17 مليون خدمة طبية، 260 ألف عملية جراحية كبرى، وتم تسجيل 75% من المنشآت الطبية التابعة للهيئة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة. مصر ستصبح قبلة العالم بسبب هذا المشروع، وستستعيد ريادتها في تقديم الخدمات الصحية بجهود أبنائها. يعني في مؤشرات إيجابية هو دكتور، ما رأيك؟ هو الحقيقة لما نيجي ناخد الموضوع على أرض الواقع، ومن الحقيقة أنا تناولت هذا الموضوع حامل 3 محاور، اللي هم إيه؟ اللي هم الطبيب، المريض، القانون الطبع اللي ما اتطبعش. أولا قالوا القانون طلع في يناير 2018 واللائحة التنفيذية في مايو 2018، قالوا في خلال 15 سنة هيغطي 6 مراحل لجميع المحافظات. المفروض هذا العام نكون في المرحلة الثانية، نكون خلصنا الأولى وبدأنا نخلص في الثانية. لا هو لسه في الأولى، مش في الأولى، ده في محافظتين فقط. يعني الدكتور المدير التنفيذي بتقول في نفس البيان اللي كان منشور من وزارة المالية في شهر ديسمبر الماضي، احنا غطينا حتى الآن 2.7 مليون مواطن. يعني لما نقول مصر فيها 104 مليون، يعني 2.5% فقط من السكان بعد 5 سنين. يبقى يغطي ال 100 مليون على كام سنه؟ قدامه شرطه من 30 40 سنه على ما يغطي الباقي. اذا في التوقيت الزمني حسب القانون فشل في تلك النقطه. النقطه الثانيه موضوع الاطباء، لما قلنا في موضوع تقرير النقابه الاطباء وتمريض وصيادله ان في مشاكل عند الاطباء، لما نلاقي عندنا في شهر ديسمبر 22 يعني من شهر يطلع عندنا نائب في البرلمان عن الاقصر يقول ان المشروع طبق جزئيا في محافظه الاقصر، عندنا مركز اللي هو الزينية لم يطبق فيه، وده 6 وحدات محلية في مشاكل في إسنا. لما ينزل استبيان في جلسة لعرض مشاكل المواطنين مع المحافظ يقولوا عندنا خط ساخن ما بيردش علينا، عندنا طول الانتظار، عندنا مشاكل في أدوية الأمراض المزمنة، عندنا مشاكل في الطوارئ، الأطباء مش موجودين بكثرة. يبقى إذن المريض أيضا يشتكي من القانون في محافظة مثالية زي الأقصر. لما يطلع عندنا وزير المالية يقول إنه بيحقق وفرات وعنده إيرادات وعنده استثمارات، يبقى إذا حول المشروع التأمين الصحي التكافلي الخدمي إلى مشروع اقتصادي ربحي يجب إلى الربح أو إلى الربحية. وأي ربحية هتيجي منين؟ هتيجي من جوب المواطنين. يبقى أصبح هذا المشروع وبنا على المواطنين وليس لخدمة المواطنين كما تبين في القانون عندما صدر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش، وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق، كنت ضيفي عبر سكايب. الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتنشر رسالة الحقيقة مؤلمة جدا من سجن بدر، نقلا عن معتقلي سجن بدر. خلينا نشوف صورة من هذه الرسالة. احنا بنموت، دي التفاصيل، رسالة مكتوبة من الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. تعالوا نشوف أبرز ما جاء في هذه الرسالة، نقراها مع بعض. صرخة المعتقلين احنا بنموت من داخل سجن بدر، ما هي التفاصيل؟ نزلاء السجن خاصة كبار السن وقادة الإخوان يعتبروا في عداد الموتى، في سوء شديد في الرعاية الصحية، في سوء التغذية، رغيف واحد من الخبز يوميا، وكتبوا ان في لحسة جبنة، يعني حاجة بسيطة قوي كده، الملابس الشتوية مش بتدخل في عز البرد اللي احنا فيه، أصبح في انتشار للأمراض المزمنة بين المعتقلين، حرمان من الأدوية اليومية، كمان في انقطاع للتواصل مع الأهل منذ سنوات، تجريد من الملابس والبطاطين، زنزانة التأديب هي 120 سنتي في 3 متر على البلاط، فتخيل حضرتك البرد والمعاناة اللي هم بيعانوها، قيادات الإخوان معزولين في قطاع 2، بعض القيادات قد يكونوا توفوا، يعني في ناس يمكن يكونوا ماتوا وما نعرفش عنهم حاجة. دي الرسالة اللي من جوه السجن بتقول الكلام ده، حضرتك متخيل ناس جوه السجن بيقولك ممكن معانا ناس يكونوا ماتوا احنا مش عارفين عنهم اي حاجة يا جماعة. طيب كمان بدر 3 بيقولوا انه هو اسوأ من العقرب ترى 2. الرسالة دي المصدر، هو رسالة بخط الايد من معتقلي سجن بدر نقلا عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. خليني أنقل هذه الرسالة والأوضاع في سجن بدر الحقيقة ليا الأستاذة مجدة محفوظ، منسقة ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان، تنضم إلي عبر سكايب من باريس. أهلا بك يا فندم، عبر الهاتف عفوا. أستاذة مجدة أهلا بك.
أهلا بحضرتك دكتور أسامة. هل في تفاصيل أكثر عن اللي بيحصل داخل سجن بدر؟ يعني حضرتك عارف كما يعلم الجميع أنه حالة التضييق على العاملين في مجال حقوق الإنسان شديدة الصعوبة في مصر، وعديد من المنظمات الحقوقية زي هيومان رايتس واتش والعفو الدولية وغيرها كمان المنظمات المصرية أغلقت أبوابها ومقراتها في مصر نتيجة للتضييق على العاملين فيها، ولذلك يعني ما يخرج إلينا هو قليل من الكثير من الانتهاكات التي تعرض لها السجناء، ولكن استطاع السجناء في سجن بدر على الأقل أنهم يوصلوا هذه الرسالة، رسالة تتحدث عن المعاناة، عن الانتهاكات، عن وجه جديد للعقرب، لكن تحت ستار من الإعلام والبروباغندا الإعلامية التي تصف السجون الحديثة اللي تم إنشاءها في عهد عبد الفتاح السيسي ومن ضمنهم سجن بدر، كما إنها أرقى أو أكثر يعني رقيا من الفنادق خمسة نجوم، وطبعا على غرار السجون الأمريكية وفيها كل صلاة الرياضة وغيرها وغيرها من اللي خرجت البروباغندا. للأسف الشديد سجن بدر ثلاثة ليست الرسالة الأولى التي تخرج منه وليست الشكوى الأولى، بل منذ افتتاحه وبعد ثلاثة أسابيع تدقيقا للقول خرجت الشكاوى تتحدث عن أن سجن بدر هو العقرب الجديد يلاقي فيه المعتقلين تعذيبا نفسيا طبعا غير التعذيب الجسدي. هناك حالات اغتصاب وحالات تحرش في سجن بدر، منها لو حضراتكم تتذكروا الحالة اللي خرجت عن الناشط السياسي عمر محمد علي، واللي طبعا مؤسسة حرية الفكر والتعبير هي اللي بلغت عن هذا الأمر وقدمت شكوى للنائب العام انه تم التحرش به من قبل أفراد الشرطة وأمام المفتشين اللي المفروض ان هم يحموه كذا مرة أكثر من مرة. وخلونا نأكد على هذا الأمر أن ما يخرج إلينا هو قليل جدا من الكثير من الانتهاكات التي تتم داخل سجن بدر كما حضرتك تحدثت كما جاء في الرسالة، وليست الأولى التي تخرج بهذا المضمون وهذا المعنى. سجن بدر فيه أكثر من 12 انتهاك تم رصدهم من قبل المنظمات الحقوقية، كان أقلهم على التقدير حالة الضغط النفسي اللي بيتعرض لها المعتقل داخل زنزانة شديدة الضيق ضيقة جدا، فيها إضاءة مستمرة 24 ساعة على 24 ساعة، وفيها كمان مراقبة مستمرة، ما يعرض الصحة العقلية للمعتقل للخطر. طبعا سجن بدر خرجت منه حالات كثيرة جدا جثث هامدة بعد فترات قليلة من الاعتقال قد تكون 3 أشهر أو أقل، زي طبعا حمدي سعد حسين كلنا نتذكر هذا الشاب صاحب 38 ربيعا واللي كان معتقل وتم نقله لسجن بدر فخرج جثة هامدة، زي حسن دياب وزي غيرهم اللي خرجوا جثث هامدة نتيجة للي بتأكدوا الرسالة النهاردة، عدم وجود رعاية طبية أصلا، إهمال طبي مقصود، التعرض للضغط النفسي المستمر، التعذيب، عدم وجود أغطية وعدم وجود ملابس تكون ملائمة للفصل اللي احنا بنكون فيه سواء الشتاء أو الصيف، عدم تعرض السجناء للشمس لأنه ما فيش تريض، وجودهم في فترات طويلة للعزل أو في الحبس المنفرد، وكذلك أيضا أن هم كمان للأسف الشديد بيخشوا لهم غذاء أو كميات قليلة جدا من الغذاء ولا يسمح بإدخال الغذاء من قبل ذويهم، لهيكم على الأشياء الخارجية أنه محاكم ضيقة لا يوجد فيها عدد كبير من المحامين، فضلا على قدرة الأهالي على أنها تذهب إلى هذه المسافة الطويلة لتحضر الجلسات مع أولادها، الزيارة قليلة جدا ونادرة جدا، ويتم التنكيل بالأهالي في أثنائها، ولا يؤخذ من الأهالي كل الأطعمة أو حتى الملابس التي يعطوها لذويهم، على العكس تماما بيتم إرجاع الكثير منها وأخذ القليل القليل جدا. هل هذا مقصود؟ ده السؤال اللي احنا المفروض نسأله. الرسالة بتقول احنا بنموت في بدر ثلاثة، احنا بنسأل هل يريد نظام عبد الفتاح السيسي قتل المعتقلين اللي تم نقلهم لبدر ثلاثة؟ ده السؤال اللي احنا عايزين نسأله. طيب هو النظام كان بماركت بدر ثلاثة ده ان هو ده يعني خلاصة ما توصلت اليه تكنولوجيا السجون في العالم، وده اعظم حاجة ممكن نعملها، وانه الزنازين جميلة جدا وبروموهات وتلفزيون وقنوات بتتكلم على جمال وحلاوة وروعة سجن بدر ثلاثة. طيب الى اي مدى الرسائل اللي بتطلع والتقارير دي ممكن تشوه الصورة الكاذبة اللي النظام بيحاول يروجها عن بدر ثلاثة؟ الصراحة ان هي على الرغم من قلتها لكن الدلائل والقرائن والحقائق لا يمكن اصلا اخفائها ببروباغندا اعلامية
ومجموعة من الماركتينج، مجموعة من الترويج الغير معقول والغير عقلاني بالنسبة للنظام زي نظام عبد الفتاح السيسي، عكف على أنه يعذب المعتقلين وعلى أنه يعتقل خارج القانون وعلى أنه يعني يخفي المعتقلين قسريا وعلى أنه يأخذ الاعترافات طبقا لما جاء في تقرير 15 خبير من الأمم المتحدة قسريا تحت التعذيب. فما يخرج من سجل بدر الصراحة إنه هو ده بيقول كده، حالات الوفاة المستمرة واللي بتخرج تباعا لشباب ومعتقلين، ما يخرج من رسائل حالات الإضراب عن الطعام في محاولة منهم لمطالبة بحقوقهم كمعتقلين، ما يتم تناوله من خلال أهالي المعتقلين من عملية بعد المسافة عنهم، عدم قدرتهم على أنهم يحضروا المحاكمة مع أولادهم في معظم الأحوال، إذا هم استطاعوا فمساحة المحاكم ضيقة هناك، كمان إذا هم استطاعوا أنهم يتواصلوا مع أولادهم يكون لديهم حظ في أنهم يزوروهم، لا يأخذ منهم أي مواد غذائية كاملة إنما بياخدوا القليل القليل، الملابس بيتم رفضها، حاجات كتيرة جدا بيتم التدخل فيها وبيتم فعلا فعلا التضييق عليهم. لا هيك حضرتك زي ما ذكرت حالات التحرش وحالات الاغتصاب وحالات العزل المنفرد، وطبعا الضغط النفسي اللي بيتعرض ليه والصحة العقلية لكل المعتقلين، عدم وجود تريد الطعام الذي يعطى بالقطارة، عدم وجود أصلا أي رعاية طبية، يعني إذا ما حضرتك شايف في الرسالة حتى يؤكدوا على هذا الأمر أنهم يعطوهم رغيف واحد لكن ما فيش حتى أدوية، برغم أن هؤلاء المعتقلين خارجين من السجون السابقة اللي كانوا فيها بتقارير طبية أن حالتهم الصحية تحتاج إلى الرعاية الطبية وتحتاج إلى أدوية معينة، لكن ده لا يحدث أبدا. فالرسائل، هذه الرسائل وما يخرج، لذلك أنا أدعو كل المعتقلين وأدعو أهالي المعتقلين هم يصعدوا هذا الأمر، لأنه كلما نشدد وكلما تخرج الانتهاكات وكلما يتحدث معتقل واثنين وثلاثة وعشرة ومية وألف، فالحكومة المصرية والسلطات المصرية ليس أمامها إلا الانصياع إلى التزاماتها الدولية، على الأقل التزاماتها الدولية. نحن لا نقول أن الحكومة المصرية ستبحث عن مصلحة المواطن المصري أو أنها ستحرج أو أنها ستذعن المواطن المصري، لكننا نقول أن هذه السلطات ستذعن في النهاية إلى التزاماتها الدولية أمام المجتمع الدولي وستوقف انتهاكها بحق المعتقلين. أشكرك شكرا جزيلا مجدة محفوظ، منسقة ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان، كنت معي عبر الهاتف. مصر عايزة تقفل تيك توك، تعمل حظر لتيك توك في مصر، ايه الحكاية طيب وايه التفاصيل؟ تعال نشوف كده موقع روسيا اليوم بيقول ايه على الخبر ده والتحركات المصرية. تحركات في مصر لحظر تطبيق تيك توك لوقف الترويج للإباحية والبلطجة. فهم عايزين يقفلوا تيك توك لانه بيروج للإباحية والبلطجة. طيب كمان صدى البلد قالت او نشرت نفس الخبر، بتقول انه يروج للإباحية والبلطجة، تحرك جديد في مصر لحظر تطبيق تيك توك الشهير. طيب كمان نشوف كده في مجلس الشيوخ كانوا بيناقشوا ايه، القاهرة 24، رياضة الشيوخ تناقش حظر تطبيق تيك توك في مصر بسبب معايير سلامة الاستخدام يوم الاحد المقبل. يبقى هم عايزين يحظروا تيك توك لان بيقولوا بيروج للإباحية والبلطجة. تيك توك موجود من سنين، المحتوى بتاعه زي ما هو، يعني ما اعتقدش انه اتغير، يعني من اول ما طلع هو موجود، لكن فجأة اصبح تيك توك بيروج للإباحية والبلطجة. هل يا ترى النظام الحالي هو نظام راعي الادب والاخلاق والفضيلة؟ يعني هل النظام ده نظام بيحارب الإباحية والبلطجة؟ هل ده سؤال؟ والله مش اتهام ولا حاجة، انا بسأل سؤال بس. عدد الناس اللي بيستخدموا تيك توك في مصر هو كبير جدا، وجيل جديد خالص، جيل مختلف، يعني تحت العشرين تقريبا هو الكور يعني بتاع التيك توك في مصر. طيب الناس دي المحتوى بتاع التيك توك موجود بقاله سنين زي ما هو، فهل انتوا يا جماعة الخير بتحاربوا الإباحية والبلطجة فجأة صحيتوا من النوم قررتوا تحاربوا الإباحية والبلطجة، ولا في حاجة بدأت تظهر على تيك توك عملت لكم مشكلة، ولا في محتوى بدأ يظهر على تيك توك عمل للنظام ده أزمة، ولا يكونش الناس بدأوا يتكلموا على الأوضاع الاقتصادية مثلا، ولا تكونش الجماهير في تيك توك بدأت تنتقد فخامة المشير مثلا، ولا يكونش الناس بيفضفضوا مع بعض على تيك توك مثلا، فإحنا قررنا نطلع اسطوانة أو سياسة الشنطة فيها كتاب دين، في إباحية في بلطجة اقفل تيك توك. طب يا بيه هو المحتوى نفسه؟ لا اقفل تيك توك. طب يا بيه طب ما تيجوا نشوف كده ايه المحتوى الموجود على تيك توك الجديد، المحتوى
الجديد اللي بدأ ينتشر على تيك توك أكتر دلوقتي. الإباحية إنك تطلع تقول للناس اتبرعوا عشان صندوق تحيا مصر. الإباحية إنك تعمل كل ده في الناس وبعدين البلطجة بقى إنك تطلع تقول لهم معلش. دي الإباحية والبلطجة الحقيقية، مش اللي انت عايز تحارب تيك توك وتقفله عشانها. المحتوى ده بدأ يزعج عبد الفتاح السيسي، بدأ يضايق النظام، فقالك لا يا جماعة احنا عايزين نوقف الموضوع لان في إباحية وبلطجة. بطلوها انتوا الاول وسيبوا الناس في حالها. الساعة التانية في الاتصالات هنتكلم على موضوع مهم الحقيقة. انا عارف ان هو ممكن ناس تقولي ده من يعني رفاهية احنا لا نملكها، لكن هي حاجة مهمة جدا لازم نتكلم فيها مع بعض، وهي الصحة النفسية للناس، وهي نفسية المصريين. ازاي بتتعامل نفسيا مع الضغوط المعيشية؟ تعالوا نفضفض مع بعض، نتكلم مع بعض، نفكر مع بعض بصوت عالي ازاي الناس في الاوضاع المنيلة بستين نيلة مع اباحية وبلطجة النظام في التعامل معاك ومع الازمات، ازاي الناس تقدر تحافظ على ما تبقى من صحتها النفسية. تابعوا. في حاجة في الازمات كنت سمعت عنها وقرأت عنها وللأسف عانيت منها، اسمها البوست تروما سيندروم. ان انت بتتعرض لصدمة وبتتعرض لأزمة، الأزمة دي قد تكون نفسية، قد تكون حياتية، قد تكون اقتصادية، يكون حد صديقك مثلا توفي، مشاكل كتير يعني تعرضت لمشكلة في حياتك، والصدمة دي بتعيش بعدها أعراض اسمها أعراض ما بعد الصدمة. ممكن بقى يبقى اكتئاب، ممكن يعني تفكيرات اخرى، انطوائيه وانعزال، كوابيس بالليل، مشاكل كتير يعني. وبالتالي انت لما بتوصل المرحله دي، طبعا في ناس بتقول انه علاج الامراض النفسيه بس هو انك تلجا لله عز وجل وقراءه القران والاذكار، وده جزء مهم، لكن التعامل النفسي اكيد ان انت بتروح لدكتور وبتكلم معاه وبتشوف ايه القصه، او ان انت بتلجا للناس اللي حواليك بتسالهم تاخد رايهم بتفضفض معاهم بتتكلم. المشكلة اللي حصلة في مصر دلوقتي انه هي القصة مش اعراض ما بعد الصدمة، هي اعراض الصدمة. اذا كنت انا مثلا عشت صدمة معينة وتعرضت ليها، او جيل يناير مثلا عاش اعراض صدمة او اعراض ما بعد صدمة 25 يناير واللي حصل، فالشعب المصري دلوقتي عايش اعراض الصدمة نفسها. الشعب المصري عايش جوه الصدمة لسه ما عدهاش عشان يقول دي اعراض ما بعد. لا، مفيش ما بعد، دي أعراض جوه الصدمة نفسها. دي مشاكل، مشاكل إنه مش لاقي الأكل، مش لاقي الشرب، الفواتير غالية، الحياة، رئيس عنده لا مبالاة بيطلع يقول له معلش، ومفتي بيطلع يقول له جائز شرعا التبرع لتحيا مصر، وحظير الدواجن في الإنتاج الإعلامي بتقول له تبرع لتحيا مصر، ومفيش حد حاسس بيه. فإحنا النهاردة بنحاول نتكلم مع بعض، يمكن في المداخلات يكون في أفكار الناس تسمعها من بعض، الناس تاخدها من بعض. الهدف في الفقرة دي حاجتين، حضرتك اتكلم، فضفض، قول انت بتتعامل نفسيا ازاي، بتحاول يعني تعدي الضغوط المعيشية ازاي، وفي نفس الوقت اقترح على الناس حاجات، قول للناس ممكن يعملوا واحد اتنين تلاتة. خلينا نبدأ مع منى من مصر. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله. الواحد بيستنى كل يوم يقول يا ترى السؤال بتاع الحلقة هيكون ايه. بس ده بصراحة متهيالي ده اصعب سؤال على مدار الحلقات كلها بصراحة. زي ما حضرتك بتقول، احنا فعلا احنا جوه الصدمة، الناس كلها في ذهول، زي بشبهه كده باعصار، واحنا عمالين نلف في الاعصار. طبعا بنتعامل اننا فران تجارب بالظبط كده، ما نقلش عنهم في حاجة، بيطبقوا علينا كل النظريات اللي تخليك انت دايما تايه ومش عارف تتصرف ومحبط. حتة الفضفضة، الناس لو فضفضت مع بعض اعتقد هنلاقي حل، على الاقل هنعمل حاجة. انما اعتقد ان احنا كل واحد بينفس قرفه واللي هو فيه في التاني، اكيد يعني هو ده اللي بيحصل. يا اما الناس اللي هي الضعيفه حالات الانتحار الكثيره اللي بتحصل للاسف، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. فبصراحه ده سؤال صعب جدا بصراحه. هي احنا في مرحله الذهول ومش عارفين نتصرف، والناس دايما بتسالك دايما طب شوفوا لنا حل، وي وي وي، وحضرتك قلت مليون مره انك جهه اعلاميه
تعرض المشكلة وتنورنا وتزود الوعي، والمسؤولين والناس السياسيين هم اللي يظبطوا الدنيا. بس أدينا مستنيين، أدينا مستنيين. طيب على على مستوى يعني على مستوى أسرتك الصغيرة أستاذة منى، بتعملوا إيه؟ طب يعني بتتكلموا مع بعض مثلا، بتخففوا عن بعض إزاي لو في حاجات مثلا بتعملوا؟ دلوقتي خلاص ما فيش حد. يعني كان في فترة مثلا في الترام، في المواصلات، في الشغل، في السوق، كل دلوقتي عمال يتكلم، وكل عمال يشتم، وكل عمال يفضفض، والناس اللي كانت بتدافع عن النظام ما فيش حد منهم يجرى دلوقتي يقول أي كلمة، بيسكتوا زي ما كنا زمان احنا بنسكت في المواصلات وي 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 وبنخاف نتكلم. لا دلوقتي هم اللي بيسكتوا ما بيقدروش، اما يقولوا خلاص خلاص اسكتوا اسكتوا يلا نقفلوا على السيرة دي. بقى كله بيتكلم، كله مش خايف، السوق فيه مخبرين، السوق فيه مش عارفة ايه، حد يبلغ، محدش همه حاجة، يقول يا ريتني اتاخد. في اماكن عملنا وفي اشغلنا، في الوقت البريك كله عمال يتكلم وكله عمال يزعق وكله. بس طب وبعدين يعني هنفضل لحد فين؟ احنا بس عايزين النقطه الناس اللي ممكن تغير، انه مثلا الشرطه لازم يعرفوا ان هو استمرار الراجل ده هم في خطر، هم في خطر، لازم هم يلحقوا الدنيا على الأقل، حتى لو يفكروا إن في شخصية تانية حتى من الجيش تيجي، بس ما يكونش بالشكل ده. لازم يخافوا على نفسه، لازم السياسيين بقى يعرفوا يعني اللي هم يمشوا الطريق بقى اللي يمشوا فيه، يا جماعة تلحقوا الدنيا، حتى الناس اللي شاركت في الظلم تلحقوا الدنيا عشان وتبقوا معانا في عملية. لازم يحسوا إن هم في خطر. من مصر شكرا جزيلا. أحمد من مصر، أهلا بك يا أحمد. دكتور أسامة، أهلا وسهلا. دكتور أسامة، والله المعيشة صعبة والدنيا صعبة فوق ما تتخيل. يعني المعيشة في مصر فوق 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 ما تتخيل، والناس أصلا يعني الناس مضغوطة أكتر من أي حاجة، كله يعني كل واحد مثلا مشغول في شغله، الناس بتتكلم كتير في الأسواق وتتكلم في الشارع بسبب الضغوط المعيشية والظروف الصعبة والحاجة والأسعار الغالية. ففي حاجات كتيرة بتعمل ضغوط على الناس أكتر من الضغوط اللي هي المعيشية، مثلا اللي هو مثلا الأكل والشرب والحاجات دي. يعني في حاجات بتعمل ضغوط على الناس، اللي زي ما يقولوا إيه، اللي بيشوف بلاو الناس بتهون عليه بلوته. طيب أنت أحمد بتتعامل نفسيا مع كل الضغوط اللي قلتها دي إزاي؟ يبقى بيت الواحد بيفضفض مثلا مع اصحابه، بيفضفض مثلا مع الناس وهي قاعده على القهوه كده. لو ما عملناش كده الواحد ينفجر، يعني لو ما عملناش كده الواحد ينفجر من الضغوط اللي هو فيها، مصاريف البيوت ومصاريف المدارس والاصالات بتاع الميه والنور وكل الحاجات دي كلها تضغط، بتعمل ضغوط على المعيشه نفسها يعني فوق ما تتخيل. بشكرك جدا يا احمد من مصر، شكرا جزيلا. ابو علي من مصر، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بس قبل ما ابو علي، انا بس عايز اقول للناس كلها، انا اللابتوب اللي بيكون معايا بقرا منه رسائلكم مش موجود معايا النهارده، فعشان الرسائل اللي بتيجي لو انتوا بتبعتوا رسائل دلوقتي حاولوا تتصلوا، لان انا اللابتوب النهارده مش معايا فمش قادر اقرا رسائل حضراتكم، فانا بعتذر لكم جدا. اتفضل يا ابو علي. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك. بالنسبه للحياه النفسيه يا دكتور، احنا بنحاول نعيش على قد القدر المستطاع، ان احنا بنصبر نفسينا واحده واحده من الغلاء اللي احنا فيه والعيشه اللي احنا فيها. وانا الحمد لله يعني هي مستوره والحمد لله، وما يبقى ابني مثلا مع اصحابه الناس اللي هم مبسوطين شويه، دخلوا مطعم، دخلوا بتاع بياكلوا بره، يجي يكلمني اقول له يا ابني احنا من غيرنا بكتير. وبحاول اصبر اسرتي بالصلاه بالصبر، وبنتكلم مع بعض وربنا يحل الازمه واحده واحده وان شاء الله هتفرج. بس الحياه صعبه، الحياه صعبه، وبحاول بكتر الامكان انني اشرح لهم الظروف، وبنعدي واحده واحده لحد ما ربنا يفركها من عنده، وان شاء الله ربنا يعدي الغمه دي على خير والازمه دي على خير.
لان احنا بقينا في حاله سيئه جدا جدا جدا، والشعب مطحون والله يا دكتور. ومش عارف انا، بس املي في ربنا وفي الناس المطحونه، وخاصه السيدات اللي هم بيشيلوا همنا جدا، وبيروحوا يجيبوا حاجات من السوق ويحاولوا يوفروا. الامل فيهم بقى انهم يطلعوا يهجوا في الراجل ده، وزي ما قلت المره اللي فاتت حضرتك ان ما فيش، ما عادش في راجل يقدر يتكلم، لان انت عارف الظروف اللي احنا فيها والامن والقرف اللي احنا فيه. فهو ما فيش بقى غير املنا ان الناس اللي هي مطحونه والناس اللي شايله مسؤوليه اكتر في الاسره، اللي هو السيدات بتوعنا وامهاتنا وبناتنا واخواتنا، انهم يطلعوا قدامنا واحنا نطلع وراهم. ده الامل الوحيد، لان الشرطه مش ممكن تضرب في السيدات والاطفال اللي عندها 15 و16 سنه. فانا اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يوفق الناس دي وتعملوا حمله كده او حلقه مع السيدات، بس تشوف الغلب اللي هم عايشينه والعيشه والمعيشه والضنج اللي هم عايشينه. فانا حضرتك مش هقدر اقول اكتر من كده، وبالتاكيد المجال مفتوح يعني للامهات والزوجات ان هم يشاركوا في اي وقت. يعني اكيد مش هعمل حلقه خاصه بيهم يعني، لكن الظاهره نفسها ممكن نناقشها طبعا. ابو احمد من مصر، اهلا بيك. تحيات لحضرتك يا دكتور اسامه وفريق عمل برنامج اخر كلام. تحيه لك. والله احنا في ظل الظروف دي بفوض امر لله وبقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عبد الفتاح السيسي انت وعصابتك، ده اللي احنا بنقوله. بس اسمح لي حضرتك ابعت رسالتين من خلال منبر اخر كلام. الرساله الاولى ببعتها للجيش على طريقه السيسي، بقول له معلش ارحل وارجع لسكناتك لانك فقدت كثير من رصيدك في قلوب المصريين، وانا مني واحد اصبحت ما بحبكش وما بحترمكش لان شايفك احتلال اكتر من انك درع حماية للوطن. معلش ارحل لسكناتك، الشعب المصري فهم وتعلم الدرس. دي رساله انا ببعتها للجيش. الرساله الثانيه للشعب، بقول له لامتى يا جماعه الخير يا اخواني يا افراد الشعب المصري، احنا مستنيين ايه يا جماعه الخير؟ مفيش حل للوضع اللي احنا فيه ده، هم حلين يا اما حرب اهليه يا اما عصيان مدني، وانا اؤيد العصيان المدني علشان نخلص من الاحتلال العسكري ده يا دكتور اسامه، وده اضعف الايمان. احنا مش هنقعد نتفرج على البلد بتاعتنا وهي تتباع قطعه ورا قطعه ورا قطعه، محدش هيحرر لنا بلدنا غيرنا احنا. وتحياتي ليك يا دكتور اسامه والفريق عمل برنامج اخر كلام. مشكورك جدا ابو احمد، شكرا جزيلا. معانا ابو اميره من المانيا، اهلا وسهلا. عليكم دكتور اسامه، اهلا بيك. اخبار حضرتك وسلامي ليك وللدكتور مصطفى قويش برضو وللناس الحلوه، الاستاذ محمد ناصر والاستاذ معتز مطر والناس اللي مخليانا احنا يعني حاسين بهمنا. يعني حضرتك انا عندي مشكله بسيطه، يعني بعد اذنك ممكن تسمعني ثانيه واحده. يعني انا كنت مسافر، انا من كام يوم كنت في البلد وكنت مسافر الغردقه في ميكروباص. فحضرتك يعني في الميكروباص جيت على البوابه بتاعت الغردقه، فقال لي بطاقتك، خد البطاقه مني، وبعد قال لي تروح تسلم البطاقه من القسم ثاني يوم. رحت القسم قال لي انت ليه جاي الغردقه من غير تصريح امني؟ انا عايز تصريح امني عشان اخش محافظه في بلدي. فرحت ثاني يوم القسم، رحت اجيب البطاقه بتاعتي، قال لي لا لازم تجيب استماره ب 90 جنيه. جبت الاستمارة 90 جنيه وعبيتها حضرتك، وبعد كده دخلت للمأمور اختمها عشان اختمها ب 150 جنيه. ولازم صورة شخصية عليها، وبعد كده باخد الاستمارة دي بيتختم عليها وعشان اقعد فيها في الغردقة. بشكرك في الغردقة يعني أميرة. انا محتاج. شكرا جزيلا ليك يا ابو اميرة. دلوقتي في خبر عاجل يا جماعة من 11 دقيقة، مريم صفوان ثابت ابنة رجل الأعمال صفوان ثابت بتعلن أنه تم الإفراج عن والدها رجل الأعمال المصري ومالك شركة جهينة صفوان ثابت وأخوها سيف. الحمد لله هي كاتبة بتقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، استجاب الله الدعوات، أبويا صفوان ثابت وأخويا سيف الدين ثابت معانا، قسمنا عليك يا رب تفرجها على كل المظاليم عن قريب. مرة تانية خبر عاجل، الإفراج عن رجل الأعمال المصري صفوان ثابت ونجلو سيف بعد سنوات من الحبس ظلم. مالك شركة جهينة حر طليق الحمد لله. كنا بنتكلم من فترة عن القطاع الخاص، كنا بنتكلم من فترة عن رجال الأعمال، لكن الحمد لله مريم صفوان ثابت بتعلن الإفراج عن والدها وعن أخوها
سيف والاثنين الحمد لله موجودين في البيت. ألف مبروك الحمد لله على سلامتهم وعقبال كل المعتقلين. يعني زي ما هي مريم كتبة أقسمنا عليك رب تفرجها على كل المظالم قريبا. ياريت كل الناس تخرج. الحمد لله صفوان ثابت حر طليق. الحمد لله سيف ابن صفوان ثابت خلاص خرج من المعتقل، لكن إن شاء الله كل الناس التانية تخرج. مرة تانية بذكر بهذا الخبر العاجل، الإفراج عن رجل الأعمال المصري صفوان ثابت ونجلو سيف. خبر حلو الحقيقة، خبر مفرح. يعني الواحد كان متابع قضية صفوان ثابت بقاله فترة، وخروج الراجل هو مكسب. أتمنى أنه يرجع تاني لمكانه، يرجع لشركته. جهينة شركة مهمة، لو فعلا هيكون في مساحة لرجال الأعمال والقطاع الخاص والجيش فعلا هيخرج من الاقتصاد بشكل كبير، فاللي زي صفوان ثابت لازم يكون لهم مكانة مرة تانية بسرعة في المشهد الاقتصادي المصري. الحمد لله على سلامته، الحمد لله على سلامة سيف، ومبروك لأسرته، وإن شاء الله عقبال كل الناس تانية وربنا ما يعيدها عليهم أبدا ولا على غيرهم. طيب معنا أحمد من مصر، أهلا بك أحمد. إزيك يا دكتور سلامك؟ أهلا وسهلا. والله حضرتك الحالة النفسية يعني ما الإنسان حاسس إنه مكسور، إنه مش قادر يوفر متطلبات بيته، حاسس إن في كسرة وفي ذل، يذل وكسرة وحالة نفسية زي الزفت حضرتك. يعني الوضع نعيان هم من فواتير، نعيان هم حتى متطلبات بيته مش قادر تجيبها، حتى ما الفاتورة بتاعت النور تبقى ناعمة، فاتورة الغاز ناعمة، كلها نعيان هم ونفسية محطمة زي الزفت. يعني مش عارف انا، يعني حضرتك بتقول بتتعامل ازاي، مش عارف اتعامل، انا نفسيتي يعني مش عارف اقول لك ازاي متعامل، مش عارف اتعامل. الواحد بيتدرى من عياله عشان ما يطلبوش منه حاجه، فالوضع سيء قوي، وربنا المستعان حضرتك. ربنا يعينكم يا احمد، اشكرك شكرا جزيلا. سهام من ايطاليا، اهلا بيكي. مساء الخير دكتور اسامه. مساء النور يا فندم. بص انا عندي ثلاث حاجات، أنا طبعاً مش عايشة في مصر. أول سؤال كنت عايزة أقول للشيخ عصام كليمة إن سمعته من بعض الشيوخ إن السنة دي زي عام الرماد. تاني حاجة، امبارح أنا حاولت أدخل، إحنا بندفع، أنا ابني طالب في الجامعة، بندفع مع كل ترم 1500 صحية مصري إما يوقفوا لهم كل حاجة، يعني إحنا بنتبرع غصب عننا. تالت حاجة، الهيئة اللي عملها لنشر الروح الإيجابية، وده نفس الموضوع اللي سيادتك بتتكلم فيه وتخصصي، في أي مجتمع متحضر لازم تعمل حاجة اسمها بحث. الناس دي اللي تعبها عشان أديها موجة إيجابية وأريح نفسيتها، فأنت بتعمل هيئة على أساس إيه؟ أوكي يا دكتور أسامة؟ مع حضرتك. رابع حاجة، إحنا الناس المغتربة صدقني بننزل حاجات كتير، بس بنديها لبق الناس الجعان، مش لصندوق السيسي اللي أنت امبارح علقت وقلت كانت واحدة عاملة مداخلة، هو شوال ومخروم من الناحية الثانية. صحيح. سمعني يا دكتور أسامة؟ سمعك سمعك، أيوة كملي. بس هما دول الأربع أسئلة، إحنا بندفع غصب عننا يا إما عيالنا يضيعوا، إحنا في عام الرمادة إحنا بننزل حقيقي بس ما بنديش لصندوق تحيا مصر علشان عدم الثقة، إحنا مش واثقين إن الحاجات دي بتروح للناس المحتاجة اللي مسافرين بره قلبهم جدا جدا على مصر وبينزلوا بس مش في الصندوق. بشكرك جدا. تالت حاجة، هل إيطاليا؟ احنا بجد يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا مي من مصر، اهلا بيك يا مي. احب اشكر حضرتك واحب اشكر كل المصريين الكتير قوي اللي بيتكلموا من بره، واحب اشكر والد حضرتك ووالدة حضرتك لان تربية حضرتك هي اللي خلتك الناس كلها تحترمك، على الرغم ان احنا ما كناش خالص بنتفرج عليكم، على الرغم ان احنا انتخبنا السيسي وماضينا على استمرار التمرد، على الرغم ان احنا انتوا عمالين تهاتوا بقالكم سنين واحنا ما كناش بنسمعكم، بس للاسف لما وصلت للقمه العيش مش عشاننا بس عشان الناس اللي مش لاقيه تاكل ومش عارفه تنام، في حل بسيط جدا، في مبادره، في صفحه على الفيس اسمها مبادره محاكمه السيسي. دكتور عماد مهنا ليه مش بتتكلموا عنها؟ هو بيتكلم يا اما ثوره تأمنها يعني لجنة برة، لجنة حقوق الإنسان، يا إما حد يعمله تفويض برقم البطاقة. لو سمحت يا دكتور أسامة، التيك توك هيتقفل وجوجل مصر حضرتك لو شفته وشفت جوجل يوكي اللي عندك، عشان إحنا بنقدمين، إحنا زيهم، إحنا بنقدمين على فكرة. يعني معلش مظاهرات فرنسا لما نزلت والجيش والأمن أمنها ونزل 100,000 واحد يأمنها، إحنا مصريين على فكرة، إحنا لينا كرامة وإحنا اخترنا، تمام؟ إحنا غلطنا،
بس انا اعول على الجيش المصري الشريف اللي عمري ولا انا ولا غيري نقدر نتكلم عليه كلمه واحده. الجيش المصري اللي بينقلب على حسب اراده الشعب، عارفين ان في اضطرابات فاسده، بس الجيش المصري هيفضل خير ابناء الارض، وما احبش حد يقول عليه كلمه. والجيش المصري هو اللي هيخلي لاولادنا مستقبل. مصر اتقطعت واتقسمت حته حته، وكلنا بقينا عارفين كل حاجه. مش عايزين كلام تاني، مش عايزين نسمع تاني، مش عايزين تيك توك تاني، خدوه. احنا الفكره كلها بقت واضحه، وبقت واضحه قدام ربنا. لو كل الناس ربت ولادها زي حضرتك ما كانش فيه ضابط هيظلم. لو كل الناس ربت ولادها زي ما والد حضرتك تعب فيك وعلمك ورباك وخلاك دكتور وشفت مسؤوليه بلدك، وانت ما قلتش يلا نفسي وخفت، لا انت كنت راجل. للاسف تم اللعب على معلش يعني سوري في الكلمه، الرجاله اللي في مصر ازاي سايبين الناس اللي حضرتك لسه جايبهم المعتقلين اللي بيغتصبوا وبيتحرش بيهم؟ ازاي الستات اللي احنا عمالين نسمعهم دي كلها، الستات اللي انتخبوها عشان كده حاسين بحرقه؟ عارف يا دكتور اسامه ان في بنت في رابعه ابتدائي ماتت من صعوبه المناهج، عمالين نقول يا جماعه المناهج صعبه، وتهاتي على الكروبات عادي مفيش مشكله. في رابعه وخمسه ابتدائي بندرس انجازات السيسي، انجازات السيسي في المونوريل اللي لسه ما اشتغلش، وتشال التاريخ وتشال الجغرافيا. مصر خاليه من جوجل حضرتك يعمل سيرش على جوجل من مصر؟ احنا بنبعت لزمايلنا بره يعملوا لنا سيرش. الهوم سكولينج مقفوله، واظن مؤتمر المناخ اوضح ان في 600 موقع مقفول. خلاص احنا ما بقيناش خايفين منهم. على فكره الناس اللي في السجون دي اطهر واشرف ناس، وهيخرجوا كلهم وهنحتفل بيهم، ومصر هتفرح تاني، والاغاني الوطنيه اللي انتوا قفلتوها هتشتغل تاني، والجيش شريف، الجيش ولاؤه للشعب، ومش هيخلي نقطه دم مصر تنزل. الجيش مش هيستنى الشعب ينزل، الجيش عارف ان لو الشعب نزل هيتقتل. فالجيش شريف، وانا ما رضاش حد يقول كلمه على الجيش ولا شرطه مصر. جيش وشرطه مصر مش في ظهر حد، جيش وشرطه مصر في ظهر شعب مصر. احنا مش بننام يا دكتور اسامه، مش عشان احنا جعانين، احنا عمرنا ما جوعنا، ربنا بيرزقنا عشان احنا معانا الحق، بس احنا مش جعانين، مصر مش جعانه. والخلايجه بداوا يتكلموا والصحف الاسرائيليه بدات تتكلم. فيا دكتور اسامه انا وصلت رسالتي، وبقول ان يا ريت يا جماعه تبكوا من اي حاجه تحصل، يا ريت الناس كلها تربي اولادها، ربوا ولادكم ما تفرجوهمش على الاعلام المصري. الاعلام المصري للاسف بيوقع ما بيننا وما بين الكويت وما بين السودانيين، وللاسف الاعلام المصري ومعلش في حلويات بتتبعت للسودان وعامله فتنه وفيها مخدرات. لو سمحت اتكلموا عن صفحه مبادره السيسي عشان نخلص منه. يعني دكتور عماد مهنا عمل اللي عليه. طيب ماي ممكن اتناقش معاكي في كام نقطه؟ شكرا. انا سمعتك. لا ما تقفليش، انا يعني سمعتك وكلامك مهم جدا. قفلت مي ولا لسه معانا؟ للأسف. طيب أنا بشكرك يا مي جدا، بس أنا كنت الحقيقة محتاجة أتناقش معاكي في كذا نقطة. مقدر طبعا الحرقة اللي بتتكلمي بيها والكلام اللي قلتيه. الجيش المصري محدش يقبل عليه كلمة بالتأكيد، يعني وأنا دايما بقول كده، بقول مؤسسات الدولة أكبر من عبد الفتاح السيسي، وبقول إن الدولة نفسها أكبر من عبد الفتاح السيسي. الجيش المصري، الداخلية، القضاء، الإعلام، وإن كان قيادات هذه المؤسسات الآن تدين بالولاء لعبد الفتاح السيسي، وهي شريكة له في الجرائم اللي ارتكبها في حق الشعب المصري وفي حق بلدنا. التنازل عن تيران وصنافير لم يكن يتم إلا لو كان هناك قيادات في الجيش موافقة السيسي على ده. سد النهضة، نهر النيل، نفس الكلام. الغاز بتاعنا نفس الكلام. وبالتالي الجيش كمؤسسة وطنية كلنا قلبنا عليها، ومحدش يطيق أبدا أن الجيش يتشتم أو يتهان. لكن في نفس الوقت الكلام على قيادات الجيش المتورطة مع عبد الفتاح السيسي، قيادات الداخلية المجرمة المتورطة في التعذيب والكلام ده، لا ده وارد يا مي، وده حق أصيل للناس كلها أنها تتكلم عليه. لكن أنا بشكرك جدا الحقيقة على تواجدك، وبشكرك على مداخلتك، وأتمنى تكوني موجودة معنا دايما. أبو عمر من السعودية، أهلا بيك. تلفزيون يا أبو عمر لو سمحت، لو توطي صوته هكون شاكر جدا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لثالث مرة عليكم السلام يا أبو عمر، أنت على الهواء، اتفضل. الو، السلام عليكم. لو سمحت لي بس أنا كنت عايز أقول لحضرتك حاجة بسيطة. أول حاجة إحنا ما فيش حد يقدر يدين الجيش ولا كلام من ده. هو اللي بيهين الجيش لما يعرف يقول لك مقدم مقاتل قائد خط الجمبري، لما الجيش يعرف يبيع كحك بالعجوة ومش عارف ايه، المقاتلين المصريين بيبيعوا كحك بالعجوة ومش عارف فول بالبيض ومش عارف ايه، اتفرج عليهم حياتك في المناديب. هي دي وظيفة الجيش المصري؟
هو ده طالب اللي أهله باعوا هدومهم ورا منه عشان يخرجوه مقاتل من الكلية الحربية يبقى مقدم مقاتل قائد خط الجمبري. ده احنا نشوف مش احنا اللي قلنا نعمل كده. دي واحدة. بس أنا معلش إذا سمحت لي يا دكتور أسامة، أنا بلوم على الـ يعني سبب اللي احنا فيه ده كله المعارضة، لأن المعارضة بقالنا 10 سنين عمالين يقولوا ده الوضع أو اللي ماسك البلد ده زي الزفت. طيب وبعدين الخطوة اللي بعد كده إيه؟ خلاص يا جماعة خير، وحياد كتاب الله اللي ماسك البلد زي الزفت، الخطوة اللي بعد كده إيه؟ اللي ماسك البلد بعد زي يا جدعان خلاص نحلف لكم على المصحف إن اللي ماسك البلد كان الخطوة اللي بعد كده. يا أستاذي ما فيش أي حاجة هتتحرك ولا بدون قيادة. لازم أن يكون في نيلسون مانديلا، لازم أن يكون في ليش فالنسيا، لازم أن يكون في اكينو، لازم. انما الناس نزلت، طب الناس نزلت بملايين، رجعنا النقطه 25 يناير واحد تاني من الجيش وكانك يا ابو زيد مغازيت، خدت بال حضرتك ازاي؟ لازم أن يبقى المعارضه فشلت رغم ان النظام عمل من الموبقات اللي يهد 600 نظام، وعلى الرغم من ذلك المعارضه مش قادره حتى تكذب زي ما كذب التمرد. يعني حتى كتمرد عملت ورقه كده كذب مساوي، قالت ان في المشاكل اللي موجوده 1 2 3 وان احنا لو حصل وشلنا وقدرنا نشيل الدكتور مورفي هيبقى في 1 2 3 4. احنا ما فيش الكلام ده كله، احنا عايزين الناس تنزل يوم 11 11، يوم 25 مش عارف ايه. طب وبعدين الناس نزلت بالمنيف في الشارع، وبعدين ايه اللي فرق ده عن 25 يناير؟ كانك يا ابو زيد مغازيل. المفروض ان المعارضه من المصايب اللي اتعملت في البلد، البلد اتمسح بكرامتها الارض في كل مكان في كل شيء، المفروض ان دي تهدي 600 نظام. المفروض المعارضه يبقى فيها قياده، والمفروض المعارضه تقول للناس لو حصل ان احنا هنعمل هننزل يوم كذا ونعمل كذا ونسوي كذا، وبلاش ننزل خالص ناخد النموذج. يعني كل الثوره اللي قامت في اليمن، اللي قامت في ليبيا، اللي قامت في سوريا بلا رأس، وفي تونس نفس القصه بلا، ما فيش كلام من ده. المفروض ان تقول ان الناس هننزل نعمل كذا نعمل كذا، وبلاش ينزلوا خالص، اعملوا زي السودان، اعملوا عصيان مدني لا حد يتعور ولا حد يتصاب ولا حد يعتقل، اعملوا عصيان مدني. طيب ابو عمر، انا بشكرك جدا بشكرك جدا وموافق على 99% من الكلام اللي انت قلته، يمكن 100% من الكلام اللي انت قلته موافق عليه جدا. المعارضة لازم يكون في قيادة تظهر، ولازم تكون في رافعة لمشروع سياسي يقدم بدائل ويقدم رؤية ويقدم خطة. والحقيقة ده كلام موزون جدا وكلام ممتاز جدا، أتمنى أنه يحصل بجد، مش مجرد مؤتمرات أو ندوات أو كلام رايح وكلام جاي، لا يكون في حاجة حقيقية موجودة على أرض الواقع. بشكرك أبو عمر. معنا أبو سالم من مصر، أهلا بك. عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور اسامه، ربنا يبارك فيك يا رب وفريق العمل ان شاء الله. اهلا وسهلا. والله انا كنت عايز اشارك، والله الموضوع كبير يا دكتور اسامه، مش يعني ده موضوع متعمق، يعني مش نفسي بس، يعني اللي كان ماسك زمان ده اللي اسمه جمال عبد الناصر، ده اللي ضيع اللي فتت الثوره الزراعيه ودخلنا في حروب لا طائل لنا بها، واللي ده غيبوا الناس. يعني الناس بتعاني من اسعار النهارده، كيلو اللبن راح يجيبه ب 23 جنيه، كان ب 20 جنيه قلنا النهارده 23 جنيه، خدت بال حضرتك؟ فتكلم مع الناس يقول لك طب ماشي احنا مش قادرين ناكل وطالعين عينينا وعيالنا، بس احنا نعمل ايه؟ هنجيب مين؟ لو ما كناش نجيب اسمه ايه اللي ماسك ده دلوقتي، عارف اسمه ايه؟ السيسي باين. لو ما كانش السيسي نجيب مين؟ نجيب عمرو موسى، نجيب السيد، بقول له يا جدعان حرام عليكم، ده 30 مليون مصري ينفع رئيس جمهوريه. رئيس جمهوريه يعني واحد متخرج من الجامعه عنده 30 سنه، خدت بال حضرتك، واب وام مصريين حسب الدستور اللي عاملينه، سواء منتمي لحزب سياسي وانتمي زي العالم كله، زي افريقيا وزي امريكا وزي العالم كله، شباب بتضربوا بالبيض وبتضربوا ايه رئيس الجمهوريه ده موظف، بيقول لك لا اصل طب ولا كان يعرفه، لا يعرفه اللي كان ماسك ده اللي اسمه السيسي ده، ولا يعرفه صبحي صدقي، ولا يعرفه طنطاوي اللي المهم يقول لك هنجيب مين، يعني هنجيب مين، هنجيب عسكري، هنجيب مين؟ فالناس دي دماغها خدت بالها، مع ان حفيده اللي بيكلمني ده ناس في السبعينات، حفيده ينفع رئيس جمهوريه؟ يعني سبحان الله، كلم واحد متعلم وبتاع، انت يا اخي ترفع نفسك ايه رئيس جمهوريه؟ يعني ده الراجل بيعمل مستشارين وبيعمل خدت بال حضرتك والناس مستشار ايه يعني؟ هي مش بالخناقه يعني، لو هي بالعالم كان هيجيبوا كل دوله فيها جاب العالم، جابوا في كل دوله عالم وخلوه رئيس الجمهوريه. وانا بتوافق مع لازم بكل ان اللي هم غيبوا الشعب، غيبوا الشعب يبقى ميت من دوب، بس اقول لك احنا اللي نعرفه كل واحد خايف واللي بيطلب مثلا 1000. وجهه نظرك بشكرك جدا. معنا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. اهلا دكتور اسامه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور انا عايز اتكلم عن قطاع السيد في البحر الاحمر، مشكلته كبيره جدا جدا يا دكتور.
الو باختصار يا محمد وبعدين جاوبني على سؤال الحلقه لو سمحت. اتفضل. والله يا دكتور هي المعيشه بالنسبه لنا هنا صعبه جدا جدا جدا. احنا صيادين بنشتغل 8 شهور في السنه وربنا اللي يعلم باللي احنا فيه، يعني تقريبا مش عارفين ناكل عيالنا. الجيش حاربنا في حارب في الشغل ونزل مراكب ليها الاولويه وقلنا مش مشكله، ليهم رزقهم ولينا رزقنا. بس في الوقت الحالي بنتحارب من محتكرين الطوائل في سوق العبور. يعني الجيش حاربنا في شغلنا وقلنا مش مشكله، هم بيرزقوا واحنا بنرزق. الجيش محتكرين الطوائل في سوق العبور بيتحكموا فينا ومش بيرضوا يدونا الطوائل بتاعتنا وموقفنا، وربنا اللي يعلم معطلنا على الاخر. اخوه عضو مجلس الشعب محمد جعفر، اخوه احمد جعفر عضو مجلس الشعب، ومصطفى جعفر معلم في سوق العبور، ولمين بلطجيه حواليهم. لو حد طلب الطوائل بتاعته حضرتك اللي بندفع عليها فلوس بيبهدلونا ومش عارفين نشتغل بالمراكب، بتقف يوم واثنين وثلاثه واحنا بنشتغل 8 شهور في السنه ومش لاقيين حد يتكلم عننا. طيب اشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا. اما عبده معانا من مصر، اهلا بيك يا عم عبده. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل انت على الهواء. وطي التلفزيون لو بتسمعني من التلفزيون وكلمني من التليفون. اتكلم حضرتك من التليفون. السلام. يزيد فضلك ربنا، احنا بنشكركم على المجهود اللي بتديروه معانا عشان البلد وعشان الشعب وعشان الشباب. انا راجل عجيز انت، انا في كلمتين عايز اقولهم لحضرتك كده وموضوع اتكلم معاك فيه كده وتطول بالك عليا. سواء لوجه الله، احنا عملنا قبل كده حضرتك، عملنا موضوع اطمن انت مش لوحدك معايا حضرتك، عملنا موضوع اطمن انت مش لوحدك وتخبيط بالحلل. كان الجمع تحت رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، ونعم انا عن نفسي بعد ما بدأ الشعب المصري كله، الشعب العربي كله في جميع الدول العربيه اتجه لله سبحانه وتعالى ونرعب الانظمه العربيه، الانظمه اللي بتحكمنا والدكتاتوريين اللي بيحكمونا، ان هي تتجه لله سبحانه وتعالى. نتجمع كلنا في الصلوات زي ما بنتجمع في رمضان. زي صلاه الجمعه كده بنقرا الصلوات عندنا، دي دعوه حضرتك بعد اذن حضرتك تنشرها. واخد بال حضرتك؟ وانا هقول لحضرتك حضرتك كده رجاء بيني وبينك واقول لك انا مين ونعمل ايه. واخد بال سعادتك؟ لما نتواظب نبقى مع ربنا كده ونملى الشوارع لمده ثلاث اربع ايام، ثلاث اربع اسابيع. طيب شكرا جزيلا يا عم عبد الرحيم. يعني الصوت ما كانش واضح خالص، صوتك كان عالي قوي بس انا ما كنت سامع يعني بصراحه انت بتقول ايه. ابو زياد من مصر اهلا بيك. السلام عليكم دكتور احمد. عليكم السلام. هو حضرتك بالنسبه لل الو اهلا بيك دكتور احمد، سامعني؟ لا اسامه معاك، اتفضل يا ابو زياد. دكتور اسامه اسف. بالنسبه للسؤال الحلقه، طبعا التعامل مع الضغوط المعيشيه، طبعا الاخوه المتصلين افاضوا في الموضوع كتير جدا جدا، مسائل صعبه للغايه. الناس اللي رواتبهم ويعني دخولهم بتتجاوز ال 10,000 مش قادرين يعيشوا، فطبعا الكلام ده احنا مش محتاجين نفصل فيه كتير. لكن انا التعليق المباشر بتاعي اللي كنت احب اعلقه على الاخت اللي اتكلمت معاك قبل كده حضرتك، وانت توافقت معاها في كتير من الكلام، واللي بتتكلم عن ان الجيش ما حدش يقدر يتكلم عنه والجيش كذا والجيش كذا. لسه دلوقتي حد متصل بحضرتك وبيقول لك ان الجيش داخل يعني شارك وراكب معاهم في مساله الصيد والكلام ده. فانا عايز اقول لا، يعني احنا طبعا لما بنتكلم عن الجيش ما بنقصدش الجيش جنوده وظباطه، احنا بنقصد قياداته. في الواقع الجيش مشكله كبيره جدا للشعب المصري دلوقتي. ده مش مثلا مش تعدي ولا اهانه ولا سب ولا شيء، لا الفكره ببساطه شديده جدا، الجيش هو اللي اتباعت قدامه تيران وصنافير ما تدخلش. الجيش هو اللي كان قبل كده بيهدد اي دوله في الدنيا تقدر تتعدى على النيل او مياه النيل، حدودنا الشرقيه او الغربيه او 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 كان ده خطوط حمراء ما حدش يقدر يتجاوز النيل. الجيش سمح بده وسمح ببناء سد النهضة و الجيش النهاردة متداخل في كل شيء، يعني الجيش بياخد محلات الناس بياخد كذا. فلما حد يجي يقول لي لا الجيش، بالإضافة أن الجيش هو الحامل الأول للنظام، ده ببساطة شديدة جدا. ولو حضرتك الكلام ده يعني
فياريت حد كان في تعليق ضد او كذا يقولوا لي اذا كنا احنا مش فاهمين. الصوره واضحه جدا والناس طبعا لازم تعرف ده، ولازم يعني الجيش نفسه لازم يوصل له ده. طيب شكرا جزيلا ليك يا ابو زياد من مصر. طبعا الكلام كان واضح، انا اتفقت مع مي في قصه ايوه الجيش كمؤسسه وطنيه من مؤسسات الدوله المصريه اللي احنا بننتمي ليها وبنحبها وبنخاف عليها وعلى صورتها، لا احد يقبل اهانته ولا التقليل منه ولا التجاوز في حقه. لكن لما بنتكلم على قيادات الجيش دول قيادات مجرمه اجرمت في حق الدوله واجرمت في حق الوطن واجرمت في حق مقدرات الوطن وفي حق هذا الشعب المصري، وبالتالي في فصلة كبيرة جدا ما بين ده وما بين ده. وانت اكدت على نفس المعنى لما قلت احنا مش بنهاجم الجيش، بنتكلم على بعض الضباط وبعض القيادات. اسلام من مصر، اهلا بك يا اسلام. ازيك يا دكتور؟ السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شوف حضرتك، بالنسبة للسؤال بتاع الحلقة اللي هي ازاي بتتعامل نفسيا مع الضغوط المعيشية، طبعا التعامل نفسيا يعني طبعا من سيء الى اسوأ، مرحلة طبعا هي سيئة جدا جدا، يعني نص فلوسنا فقدناها بالتعويمات اللي شغالة وكده. وعاوز اقول حاجة لحضرتك طبعا وللمشاهدين المتابعين حضرتك، اللي منتظر ان الجيش يعمل حاجة، الجيش مش هيعمل حاجة لك طالما انت نايم وما انت خفية. اللي هيجيب لك حقك هو نفسك. وأنا مع الأستاذ عبدو اللي كان بيتكلم قبل كده وقال عملنا محاولات، لازم تتحرك بأي صورة عشان يعني حقك يجي وحقك يوصل. من غير ما تتحرك مفيش حد هيجيب لك حقك اللي أنت نفسك. وبرضو بنكرر تاني، يعني أنتوا الناس الإعلاميين اللي موجودين برا لازم تشوفوا حد التف حواليه وكده. أنا عاوز أقول الثورة الإيرانية دي قامت إزاي؟ الثورة الإيرانية قامت بشرائط التسجيل الخميني لما كان في باريس وسربوا وهربوا شرائط الكاسيت في إيران وكده، قامت بشرائط الإعلام، قامت عن طريق الإعلام. يبقى في قيادة بره كده الناس يتكلموا، الناس تدفع حواليها وكده. لازم الشعب نفسه هو اللي يتحرك. الشعب لو ما تحركش خلاص ما فيش حد هيقوم مكانك. انا كرجل في الجيش ليا مرتبي وليا معاشي وليا حاجه، انا امك ليه؟ انت نايم، خليك نايم. شكرا على راسك يا اسلام، اشكرك شكرا جزيلا. طبعا فكره انه ناخد جزء بس من الثوره الايرانيه ونبني عليه والاعلام كان بره، ثوره ايرانيه كانت ثوره مسلحه، مات كام واحد، وبالتالي استحضار جزء من نموذج ونبني عليه ان هو ده والاعلام بره كان بيتكلم، لازم ناخد الصوره على بعضها. طيب معانا ليلى من مصر، اهلا بيك يا ليلى. اهلا بيك يا دكتور، ازيك؟ اهلا وسهلا. إن الحقيقة حضرتك سمعني؟ سمعك كويس. طيب دلوقتي سؤال الحلقة إن إحنا إزاي بنتعامل نفسيا مع الضغوط المعيشية؟ إحنا زي الزبت حضرتك، سوري على اللفظ، بس إحنا فعلا نفسيا وحشين جدا جدا جدا. مش أنا بس، أنا بمشي في الشارع بلاقي الناس بتكلم نفسها، الناس بتتكلم في السوبر ماركت وفي المواصلات العامة وعند الخضرية، كله قرفان، كله مش طايق نفسه. فإحنا يا دكتور يا ريت حضرتك تعمل حلقة عن كل واحد يقول مقترح، يقترح حلول. إحنا عايزين حلول، إحنا عايزين اقتصاديين صح يشوفوا البلد دي، يصلحوا الكلام الفارغ ده. إحنا عايزين الناس اللي هي مش مظبوطة دي تمشي، كفاية عليهم كده، تعبنا. أنا بكلم حضرتك دلوقتي وأنا مش هممني ولا خايفة ولا أي حاجة، وأنا عارفة أن هم ممكن يراقبوا تليفوني وعارفة كل حاجة، بس حقيقي كلنا خلاص اتخنقنا. عايزين حلول يا دكتور، عايزين حلقة حضرتك تعملها تقول الناس الكويسة الاقتصاديين المثقفين يقولوا حلول، ياريت يعني. بشكرك جدا ليلى من مصر، شكرا جزيلا. محمد من ألمانيا، أهلا بك محمد. أهلا بك يا دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام. الأول عايز أجاوب على السؤال بتاع الحلقة يا دكتور، إزاي بتتعامل نفسيا مع الضغوط المعيشية؟ بتقالي إن المصريين وأنا أولهم يعني عندنا الفكاهة السوداء دي أو الكوميديا السوداء دي، بنتعامل مع الضغوط المعيشية بيها 85%، و15% الناس بتبكي زي ما الأخت بتقول من شوية،
بس الناس المتخصصة دي مين اللي هيسيبها تشتغل؟ هي مش واخدة بالها، احنا عايزين ناس متخصصين يحلوا المشاكل، تمام، ولكن مين اللي هيسيبهم يشتغل؟ العساكر دي يا دكتور أسامة أكلت البلد، والناس كلها فاهمة والناس كلها عارفة. الله المستعان. دول كلمتين كنت عايز أقولهم يا دكتور. شكرا جزيلا يا محمد من ألمانيا. أبو محمد من مصر أهلا بيك. مساء الخير يا دكتور أسامة. مساء النور يا فندم. حضرتك سمعنا كده؟ سمعك كويس، اتفضل. حبيبي مساء الخير. لازم نتكلم على حاجات، لأن فعلا البلد في ورطة وفي كارثة، وإحنا أنا كلمتك وقلت لحضرتك أنا عايز أكلمك بس ما يكونش على الهوا، لأن في معلومات من داخل الجهاز المصاب الإسرائيلي بتثبت إن في خيانة عظمى للدولة، والحمد لله إحنا عرفنا نوصل إن نوصل للوثائق دي، فمش هينفع إن أنا أقولها على الهوا. ده أول حاجة. الحاجة الثانية كمان يا فندم، إن لازم نتكلم على صاحب الثقة، ولازم نتكلم على الأجهزة الأمنية غير منعرفين، يعني جهاز زي جهاز أمن الدولة مفروض نطالب حتى مثلا بفصل جهاز أمن الدولة عن وزارة الداخلية جميع ملفات الدولة وكل ما يخص الدولة من نهر النيل للكوارث اللي تحصل فيها يتحط على مكتب مديرين جهاز أمن الدولة للاطلاع عليها. نطالب بهيئة الدفاع والأمن القومي أنها تستمع وتدرس الأوضاع اللي تحصل في البلد بإيه، ولازم حد يطلع مسؤول يطمن الناس يقول إن البلد دي ما بيقدرهاش خط واحد، انما تسمع عمليه قهريه، الناس قاعده خايفه في بيوتها، الناس قفلت محلاتها، في تشريد ضرب للاقتصاد في القطاع الخاص. البلد في مصيبه، البلد في مصيبه يا فندم، وجميع اللجان الالكترونيه اللي بتقول تحيا مصر وعجوز مصر والكلام ده كله بتتم من داخل جهاز المسؤول الاسرائيلي. شكرا جزيلا يا ابو محمد، بشكرك. طبعا معلومات انا ما اقدرش اتاكد منها يعني على عهدتك الشخصيه. على كل حال عايز اشكر كل اللي شاركونا على مدار الحلقه في الاتصالات وفي الرسائل، وعايز اقول لحضراتكم إن الأسبوع الجاي الحقيقة هو أسبوع تاريخي. ليه تاريخي؟ أولا لأنه إحياء لذكرى أعظم ثورة في التاريخ المصري، ثورة 25 من يناير. إحنا بنبدأ معاكم 3-24 يناير وبنستمر على مدار الأسبوع كله. الأسبوع ده أيضا هو أسبوع تاريخي لبرنامج آخر كلام وقناة مكملين. الحقيقة الأسبوع ده أسبوع خاص جدا، هيكون معنا فيه مجموعة من اللقاءات التلفزيونية من العيار الثقيل. لأول مرة على قناة عربية أستاذ الاقتصاد في جامعة جونز هوبكنز وأحد أهم الاقتصاديين على مستوى العالم، رجل كان مستشارا اقتصاديا للرئيس الأمريكي الأسبق، رجل يعتبر من مصادر الاقتصاد في العالم، له مؤشر باسمه عن التضخم، مؤشر أسبوعي وتنقل عنه جميع وكالات الأنباء العالمية والاقتصادية أيضا. بروفيسور ستيف هانكي هيكون ضيف آخر كلام، سجلنا معاه لقاء خاص وسيعرض بإذن الله في هذا الأسبوع، الأسبوع اللي احنا فيه ده بداية من يوم الثلاث. لقاء آخر مع واحد من عمالقة الاقتصاد في العالم وكان مستشارا لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو البروفيسور روبرت سبرينبورغ. روبرت أيضا له كتب وأبحاث كثيرة عن الاقتصاد في مصر، أجرينا مقابلة أيضا خاصة معه في آخر كلام وستذاع هذا الأسبوع. أيضا يوم 25 يناير لدينا لقاء خاص مع واحد من رموز ثورة 25 من يناير، هنتكلم معاه عن الثورة وذكرى الثورة وإيه الحل من وجهة نظره، الصحفي والناشط حسام الحملاوي. هيكون أسبوع حافل جدا بالضيوف، حافل جدا بالمقابلات الخاصة، يعني اللي عنده أي حاجة يفضي نفسه الأسبوع ده، لأن اللي هيفوتوا حلقات الأسبوع ده هيفوتوا كتير قوي. في آخر كلام في كلام مهم وخطير عن الاقتصاد المصري، في كلام مهم وخطير يمس حضراتكم، يمس كل بيت مصري، عن السياسات اللي بتتخذ دلوقتي، عن المستقبل عامل إزاي، عن الحلول، عن النظام رايح فين، عن هل في خطر على السيسي والنظام واحتمالية رحيله ولا لأ. في كلام خطير جدا سيعرض هذا الأسبوع بإذن الله في برنامج آخر كلام بداية من يوم الثلاث وحتى نهاية الأسبوع. كل يوم وكل دقيقة في حلقات الأسبوع ده هتكون الحقيقة دقيقة ثمينة للغاية وتحتوي على معلومات مهمة. تابعوا البرنامج، تابعوا القناة يوميا، البروموات هتنزل، مواعيد الحلقات، تابعوا صفحتي على الفيسبوك، على اليوتيوب، قناة مكملين على اليوتيوب، صفحة البرنامج على الفيسبوك وعلى اليوتيوب أيضا. تباعا كده في الأيام الجاية هننزل مواعيد الحلقات ومعلومات عن
الحلقات وما سيأتي فيها وتتزاع امتى. اشوفكم بإذن الله يوم الثلاث مع بداية استوديو جديد وانطلاقة جديدة للبرنامج وضيوف من العيار الثقيل بيظهروا لأول مرة في قناة عربية. تصبحوا على خير.